لا الله يستر عليك. يا ربي سهل عليهم. عذريبك وحلوة مزاياك، حتى بيوم فرقنا كنت هادي، لو قلت اداوي كل جرح انت بطاك، ما كل جرح يفيد فيها ضماتي. علمني اكره ذكريات، علمني انسى ذكرياتك وطريقك، وانسى من الليلة صدوق الودادي، ولاني بقايل عقبها وين بلقاك. راضي لو ان جروح قلب اجدادي جعلها من فداياك، لبستها مبطي ثياب الحدادي، باكر على المخطي يدرن الافلاك. نشوف من يصاب عليها البهادي. عصرية روحت ما هي بعصرية، حلوة عذريبك وحلوة مزاياك، حتى بيوم فراقنا كنت هادي، لو قلت اداوي جرحك اللي تبطاك، ما كل جرح يفيد فيها ضمادي. علمني يكره ذكرياتك، علمني ينسى ذكرياتك وطرياك، علمني يكره ذكرياتك وطرياك، وانسى من الليلة صدوق الوداتي، ولاني بقايل عقبها وين بلقاك. راضي لو ان جروح قلبي جدادي، ولا القصايد جعلها من فداياك، لبستها مبطي ثياب الحدادي، باكر على المخطي يدرن الافلاك، ونشوف من يصعب عليها البعاتي. يا سرية روحت ما هي بعصرية، وغير اردد قصايد متعب التركي، وغير انا وركاي. حلوة عذاريبك وحلوة مزاياك، حلوة عذاريبك وحلوة مزاياك، حتى بيوم فراقنا كنت هادي، حلوة عذاريبك وحلوة مزاياك، حتى بيوم فراقنا كنت هادي، لو قلت اداوي جرحي اللي تباطاك، ما كل جرح يفيد فيها ضماتي. علمني اكره ذكرياتك وطرياك، وانسى من الليلة صدوق الودادي، ولاني بقايل عقبها وين بلقاك. راضي لو ان جروح قلبي اجدادي، ولا القصايد جعلها من فداياك، لبستها مبطي ثياب الحدادي، باكر على المخطي يدورن الافلاك، ونشوف من يصعب عليها البعاتي. ولو مساك الله بالخير. البارحة الشوق مدري وين وداني، والنفس من واقع الأيام مقهورة،
تعال خلنا نجلس هنا 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 يلا ايش فيك انت الحين؟ ايش القصايد اللي معك؟ مو بقصايد وش قصايد؟ كل القصايد التهى يا ودي قلت اعطيتك اياها ما عاد قلتها انت غير مره وضيعت ورقتها لي حتى انت اللي من اول غير ها؟ ايه اليوم مثلك مثل غيرك عده جينا شنو ظنيت فيها قوتي تاثير وثرك تحس وثرك 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 تحسب مخاسر مدوق قاجم تعرف الوزن يا اخي وين ساعود اليك في نصف دقيقه بالله لا تطول يا اخي عصريه روحت ما هي بعصريه ابو عماد ورني هذا يا اخي اللي تقوله الجلسه الجوالات مشي الحين يلا راح كلمهم عشان ولا راح ولا رحت انا شو اجيبه حق الزينة خلاص الحين قامك وتحت دروبي اي الدرب انت بتسلك بس لكبه ما تشوفني مختلف ومغير اسلوبي وجيك ومغير الديزاين والسكبه عشان لما رايت صوبك تلتفت صوبي وتخصني بالغرام اللي نخصك به وانا اخذ قسطا من الراحه سودو ولد يديك يا كم مره سويت شعاري مثل اللي مسويه ذا يعني نظام جو يا كم مره معطيك التسريحه ذي يا ولم طر يا مال الشحن انا قايل نظام جو يعني جاي يعني مسوي شيء جديد عند اخوياي يعني. دقيقتين هو طاير ضايع شعري جاي كذا كشه وعلى طاري الكشه والله يا خبر لي صدره ان شاء الله يفهمها الشخص اللي اقصده انا ويفهمها انا اوصل تحيه يعني يا مخدة وفنجال القهوة وديك وصلت تحية لسدرة هو يعرف معيارته هذه معيار أصلا سدرة شعره كل يوم جاي طاير فأسميه سدرة أنا أوصل تحياتي له ومشتاق له مشتاق لك شوق المحارب للسلام أبو سحاب بليز تعال قاعد اسولف لحالي حول القهوة يا ولد القهوة فيها شيء ها وش انت وين بلندن انت على هالطاقية ذي اسمها طاقية كاب اسمها عصبة هذه تسمى عصبة ايه احلف ماني بحالف ما احتاج احلف شلون النومة؟ ما عليها زوينة يا حظك نمت ما نمت يلي تنام اللي نام من انا اجل منو؟ صب لي قهوة دخلوا علي 66 اللي يدري لا اليوم نمت اقول لك التوتل في اليوم ترى ما تعدى خمس ساعات خمس ساعات ونص بسألك سؤال صب لي قهوة طيب اجاوب عليك بسألك سؤال قبل القهوة لا صب لي قهوة اجاوب ما تصب لي قهوة ما اجاوب يا اخي ليش انت شي؟ يا اخي الحياة سهلة صب لي قهوة اجاوبك القهوة مي بحلوة انا حامك اما والله العظيم فيها طعمة ابشر والله بالقهوه بس اصبر علي اصبر عليك شوي بضبطها لكم عيون سيف وخشم سيف وشعر سيف وزلف سيف ها مرئياتك العوادي مبروك العوادي الريحه اللي طالعه هذا وش العواديه عوادي بس تحب العوادي انت انت كل شيء ما شاء الله لازم مو كل شيء ينحب انت اسمه التقبل في قبول وفي حب زين انت تتقبله شنو العويدي تحبه انا تقبلت كنت ما تقبل العويدي يا مسفر انقذني يا حبيب السعوديه سويدا سويدا
سويدان. درهم. والله يا كم خنبوس اللي قطته، يا كم خنبوس شلعته وعقرب انت وطيته. انا شا خلاص يلا عاد لمت عاد وضحكوا. والعلوم ابو شهاب هذه مهدوده. اصبر. ها يا مسلم، ها يا مسلم، بسالك سؤال. ليه لا دخلت عليك بالغرفه وانت نايم؟ اسمع، انت ما ترى بالغرفه الا بس انا مره دخلت عليك 66 مره من ادخل انا. ليه تقول 66 وتطالع فيني وتهاوشني انا؟ انت في والله ناس قبلي من ادخل عيونها يمي. اول حاجه شوف، لانك انت انا ادخل هادي اقول بسم الله. انت هادي يا مسفر، مسفر هذا هذا لا بالصمام بشقلب عليه. تعال تعال، في قهوه وشاي. ايش تقول؟ بشقلب عليه. الله يسلم عليك. ايش اسمه؟ اول حاجه يا ابو سعب، اول حاجه انا احس فيك برائحتك، اقوم ريحتك الجميله، هذا رقم واحد. رقم اثنين، انا ما طالبك، عارف انا طالب من واحد بياخذ وبيعطي بيعتذر وكذا. ما في الا انا 66 رجال ما اشوف الا انت طالب واحد، الباقي يروحون يخشون تحت المخالف. عليكم السلام يا هلا. بس تحب العويدي؟ تحب العويدي؟ احبك والله انت قبل العويدي. زين، تحب العويدي؟ ايه. حلو. نجي عشان سيف يعني؟ والله لازم اقول سيف اني عشان سيف. ها؟ لا والله كلكم يا ابو سحاب. يا سيف عادي ترى عادي. وسحاب اترك الجلسه ولا تركت انا؟ محمد. لا لا اتركها ولا تركت انا يعني عادي ترى يعني ما في حاجتك. اول شيء الشوف ولا انت في حاجتي بعد. الشوف شجر عندي فهمت؟ ايه. واشوفكم بعيد اسمع سيف الحالة. شفت المنصوره صح؟ عز الله انه عزرا. شفت المنصوره؟ يقول كذا يشيل على المنصوره يقول شفتكم. انا استقبل منه اي شيء يعني. انا سيف. لا انا بعيد. انا ماني بالمنصوره. ثوبك اسود اشوفك زين، اشوف ثوب الابيض بس. ايه. ما صار مثل شفت ثوبي الابيض ذا مثل قلبي ترى. شوف لا تسقط عشان انا ما دخلت مع ابو سحاب. اقول لكم بيض كلكم بس ورطنيت. شوف قلبي ابيض منك يا ريش الحمام. ما زلنا نقول قلبي ابيض منك يا ريش الحمام وجنحاني يسبق منك في ساعة مطر. سامحت كل انسان من خلف المقام لان القلوب البيض مثواها القبر. لولا التسامح والمحبة والسلام. اص اص بس شفنا عزم وخلاص وصبر. قص قص. لكن حبيبي تاركن قلبي حطام واليوم يبني من حطامي له قصر. قص. ويقنت ان الحب له 20 عام بتطرح هالايام في حضن الشهر. الله. قولوا لها حالي من الفارقه تمام، قمت اقوم الصبح ومصلي الفجر. يا سلام. شوف الله يجزاك خير والله يتقبلنا في شهر صلاه الفجر ان شاء الله. ان شاء الله. قول امين. امين. لكن ما زلنا نقول مصرين. وصلت 78 يوم بفضل الله ثم فضل ابو سحاب. مجهود ابو سحاب معك صراحه جبار. اخر شيء هذه الجلسه هذه. انت تدري سيف اني مارست معك شيء من الامومه. الامومه؟ ليش؟ كذا يا اخي محبتي فيك وحرصا عليك. والله شوف اعطيك الزبده، حرم نفسه من لذه النوم. حبني ما عليك من الظروف، الظروف الله يهدي جده. حرم نفسه من لذه النوم ابو سحاب. يا ولد اسمع، حرم نفسه من العيش. يا ولد الرجال طعمك نازل وزنه 5 كيلو. يا سبحان كلها اجتهادات ابو سحاب. الله يقويك. لاجل سيف المطيري اللي وصل النهائي. لو اني اخوه ما سوى لي هالكلام ذاك. انا عامل اي شخص مثل اخوي عامله كذا، سواء من امي وابوي ولا مهم من امي وابوي عادي. شوف تدري اني احس معاك. طيب انت شفت عكس غير ذلك؟ الكلام قاعد يقول مسلم، شفت عكسه ولا شفت اصبع؟ صدق. سؤال علمي وشفت انت شو وجهك؟ ايش ودي انا؟ ودك؟ يحطون كاميرا بالغرفه. كاميرا بالغرفه؟ بث مباشر. في كاميرا بالغرفه. يا اخي سولف مثل الرياجي. انا اقول لك كاميرا في الغرفه. اقول في كاميرا بالغرفه يا اخي. منو تقطع لهجتي يا ابو سعد. منو تقطع لهجتي شنو؟ طيب اقول لك شيء، اقول لك شيء اقول لك حاجه عن ابو سحاب. اديك الطريق من حدنا. اقول لك حاجه عن ابو سحاب. ايش بعد ما وصلك ذا المستوى؟ انا عارف ابو سحاب قبل تعلم من عليه. لا وصلك ذا المستوى. احنا نشوف، احنا نحكم، نشوف الواقع بينك وبينه. بعد ما وصلك للقمه. القمه والله عندي قمه للعود من طيب ابو سحاب. لا هو واصل القمه من طول. انا لاحظت اليوم من هذه انه مستمله شخص نازل ولحد الان اخرته قبل شوي ويرفع فوق. هو انسان جالس، هو شو جالس برنامج او جالس يرفع ينزل؟ لا يرفع. لا لا تخلص وصلك القمه. انا جايب اوازنكم. انا اوازنكم بس اللي هذا ارفع مع اخوانه. تدري انه معطيك فوق حجمك يعني؟ تدري فوق حجمي؟ لا ما اعطيك فوق. انا بصنب العشر ابو سحاب لو كنت موجود في البرنامج. يا ولد هذا من اول ابراهيم طالع. حمد واجد. هذا
سيف البرامج كمل بادي 76 يوم امدي له 75 يوم جالس في البيت يتقهوى تاب تلفزيون يتقهوى اي شيء جالس تتفرج فيديو مجيري وتفرفر العصر بسيارتك في الشوارع تقلب حياة هذه حياة هذه حياة اللهم لك هذه حياة راضي اللي كاتبها لي ربي الله لا يا ولدي وش فيكم انتم الحين لكن يوم من اخذت بيتك وين وديتك وديتك قدام للقمة قلبتك ابو سحب اتلمس انت ما لي لامس هو خلا منك لا هو ما يلام ترى ديك طوال حسيت احنا ابو سحب انت ليه تحب انك تظهر قدام الناس وقدام مسفر قدام اخوي اني انا موصلك القمة انا اللي مطلعك هذه أنا الحقيقة انا مسوي لك مبادرة انا اللي هذه الحقيقة وبعدين انت يا اخي انت سويت لي معروف انا ما ابغاك تنكر معروف غيرك يمكن انا انكره يا ابو سحاب في ناس انا انكره يا ويلي متى طيب تعترف اشتمك معروف متى تعترف دقيقة اشتمك معروف طيب متى تعترف بالناس جبت الاول واقول يا الربع اطلع واقول الكلام ذا لا انا ابغاك تعترف يمكن ما تاخذ الاول يعني ما تبيني اقولها يمكن ما تاخذ الاول انت يمكن اموت انا لا انا ابغاك تعترف تقول عبد الله يمكن يموت الثاني قبل اعترف بعدين عبد الروق احسن مني عبد الله هو اللي صنع مني انسان ونجم عشان ارتاح انا طيب والله ما تسرع انا خايف عليكم حاجه يا ابو سحاب سحاب انا خايف عليك والله العظيم اني انا خايف عليكم سحاب انا خايف على سحاب كلامك مره حنتي لك اخاف عليكم مثل علمته الرمايته كل يوم لا هو ما يقدر يرميني ما انا خايف منه ما لو حتى شيء بصدري كذا اقول ما اعرف يرمي انا ما انا خايف من هذه شو جحد الاساس هو اول نقطه اساسيه تركها ولو ما بصيرين قوي الا بعد الله سبحانه وتعالى تشجيعي اسحبوك عليه اسحبوا عليك الناس انت نجم حفرة باطن يا حبيبي انت مرآة حفرة باطن انت صوت مدينة حفرة باطن بالله متى طلع صيت سنطيري بحفرة باطن بعد بس انا بسأل سؤال ايش معنى مدينة ايش معنى يا حبيبي مدينة الضباب زي لندن ضباب دائما ضباب ما لها معنى ثاني لا احلف بالله هي مو مدينة الاخبار انت تسميها مدينه اخبار هي نجد كله من اغبار كله مدلعكم انا مسميكم مدينه الاخبار نجد والسلام نجد مهما فيك من حر واغبار ايوه ها زدت يا نجد بعين رايد رحابه ايه توي بين الايام يمين وانا نجيب الراي مثل راي رايد راح يحفظ ثيابه ما نعرف نصب قهوه احنا نحبك صح ما نعرف يغليك ابو سؤال نعرف ولا ما نعرف صب صب زين صب لا تكثر كلام لا تكثر كلام صب طيب تبي شاي ولا قهوه انت ورا ما تقول كذا قدامه صب يلا ابكر راسه الرجال يمشي براسه ما تخاف من احد والله اني اتكلم صح ابكر امشي براسك ما انا بقايد كيف جايبين شطه واحده امشي براسك لا 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 كيف اجل جاك مكتوب بدون راس من راسي جاك بدون راس انا شايف اني بدون راس ولا حد سمع كل شيء كتفي انت تعلمني ما علمك ما يصير هذاك هذا مثل الشمس الشمس بينها في السماء تبي تغطي جيك السحابه جيك 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 بس يلا يلا ارزاق قبل ثاني ايش تقول شو سحاب ابو سحاب او سيف سحاب انت صار سويدان الانسان سويدان سويدان تلمس 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 سويدو 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 الله لا يحترم موقفك صراحه موقفك يفشل ابو سحاب انت لست مجرد انسان فقط نعم انت انسان وحقيقه نعم الله يرضى كلها عرض عرض يا سويدان اجعل ما يعرض غيرك عرض يا مال الشحب عرض بعدي والله كم واحد اي اي زين بعدي يوم ميكروفون علقت تعليق صوتي عليه هو الدجاج اللي معه والله شف هذا دجاجتين اللي معه والله شف شيله يلا والله شف دجاجتين معه ان شاء الله راح يكثر يعني راح يكثر كمل تكفى يكثر يكثر كثر اي تصير عاقل يشجع على التعداد هي تصير عاقل ولا لا طالبك ابو سحاب طالبها ابو سحاب طالبها ها ابو سحاب تبي ابو سحاب اقطع في وجهك تعرف تم 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 ما يحتاج وجهك انت كافي انت وجهك ما يبقى انت وجهك غير عن كل الوجه بيستر يوم انا يا صباح الخير بيستر يوم انا الوجه الصبوح سوى سوى كيف شو الضخامه ها شو شو بمرجع بالضخامه بالضخامه والضخامه كم وش الوجبه حمص 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 كيف بس حمص. بس يا اخي انا امشي حمص حمص امشي مزاج حليب واحد ايش الكلام هذا يا حمص ح كذا هو بالله تكون حليب ولا حليب 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 صح حليب حليب صح حليب هو يقول حليب حليب ويقول حليب حليب بارحة طيب وش طريقة الطبخ كيف يا محمد زبادي عدها عدها لا مو زبادي لا 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 تفسر على كيف 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 طيب علمني طحينية طماطم طحينة مو طحينية روح بصل بصل باء باء بصل
وش بعد؟ بصل. جرجير. جرجير جرجير. زيت زيتون. جرجير والحمص. زيت الزيتون. تسوون حمص تصنعون حمص ولا 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 شلون؟ حمص. ما فهمت. هذه الجرجير ما هو مكوناته. ما دخل حمص. كيف يعني؟ انطحن كذا طحنتوه كذا. دقينا 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 مثل كذا دقينا 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 مثل كذا دقينا 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 وسوينا كذا 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 دقينا. ليه مع القميص وطخه طخه تمشي كذا ضبط سوينا كل هذا شغلكم في الجرجير. اعوذ بالله خصمك جرجير؟ لا لا مو بخصمي اللهم لك. وش اللي ما انت بدك ساعه تقول جري سوينا بذيك اي بعلمك اشرح لك بالضبط عشان يوم من الايام يوم من الايام هذه سواياك بجرجير ما سواياك في الريجيل غير. انا ما قلت شيء بالريجيل. لا الريجيل نعم وكفو كخ عنده كفو والريجيل ما قلت شيء. انا تكرع تشرع بالشاي هذا ايش فيه؟ قلنا بقلنا 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 في جرجير ضعيف بريالين وضعيف الجرجير. والله شوف نعم نعم ما تقول ضعيف. لا 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 ضعيف ضعيف البنيه مثلك. لا لا وضح كلامك ابو سحب وضح كلامك. لا في ناس ما تبانت قوتك على الجرجير بس انا ها جرجير وطماط. واحد مره يجيني يتفخر يقول والله قطعت 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 ايش طماط ها دقيت دقيت جرجير. ابو سحاب ايش تقول له؟ والله يا دقيت دق. طيب وبعدين سويته مع الارض. طيب الله يكرم النعمه. طيب طبخناه ما طبخناه خلطناه مع بعض. لا بدنا صايرين شغالين بدون شيء شغالين على مقبلات الايام هذه. خلص الطبخات هم شكله خلص شغالين على احنا مسوينا جيل باذنجان وجبادي وطحينه. شو اسمه هذه متبل؟ تبل اي متبل يا حلو المتبل. اليوم حمص عزبت ان الحمص سهل طريقته وبسيط. سهل سهل اي سهل سهل زين كيف سهل؟ سهل سهل عادي. ايوه كيف لو ده الغدا متى يجي يا الربع؟ بكره ان شاء الله. سو سو بكره نسوي ابي الغدا يسار ايش؟ بكره ان شاء الله نفس الوقت هذا حياك الله. يسار ايش؟ طخه؟ ما عندي سوى طخه. طخه وش؟ بالاهل يعني ما عندي سوى شيء. طخه طخه هذا شيف فهد ابو فهد طخه هذا شيف فهد احسن واحد اسم الشيف في البرنامج. يا اخي نسيت تعب الاعصاب مره ترفع سوى مره تهز يا زيف بن فهد يمزح معي. لا خلاص قال انت طيب واحد وانت ما انت ردي وانت ما ادري شنو انت ردي وانت انت ردي عشان تحك الشكه. قام يمدح 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 ثم مسك. انت ردي عشان تحك الشكه يعني ليه؟ انت ردي عشان يا اخي شفت انا انك انت بحاجه مدح ابو سحاب واضح تتغذى على ذلك. انت تتغذى على ذلك. انا عرفت يوم سيف ولدت ليش ما ياكل تواجه هذه تواجه ولدت ياكل مديح من عندي غدا وعشاء مديح. شو اسمه؟ مدح 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 مديح جمع مدح. وشان هو؟ دحدح دحدح دحدح. والله انت دحدح ودحدوح. والله انت بسم الله عليك يا رجال. والله الدحدح والله انت مو بنا. وينك وانا وين الو حتى سلطته صارت مطروخ. الله واجلك على الجرجير يا حظ يا شين. كم خاب ظن إن كنت ظنه ما يخيب وكم بار والأصحاب فينا للأسف. يا سلام وخبر انك تدمع يقول لك يا ولد وين وين خبر انك والله لا عيش وين رايح؟ بعيش الليله يا اخي. انا طيار انا طيار انا سيار انا طيار انا سيار انا طيار 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 انا طيارة انا طيارة انا طيارة انا طيارة انا طيارة انا سيارة في البرنامج فزت. اللهم لك الحمد. انا طيارة. اللهم لك الحمد. انا طيارة. برنامج اي برنامج فزت فيه؟ انا ربعي في حساد وناس من قايرين ابشروا بك في الحمص. ابشروا بي ابشروا بي سوا سوا 600 700 نقطة. ابشروا بي ابشروا بي صفقوا صفقوا. عطى 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 اي اي فوق انا طيار انا طيار انا طيار. شكل الباب يجي خصم كلمه. شكل الباب
يبشرون بك ربعك فويس والله قوية في الحمص بس 700 نقطة ونعم والله ونعم ربعك يحلون بلطيب هذي 700 هذي 3.5 كنت أخويك اللي الخوي لي ها انت بعد نقاط خوياك تبع انا اكتشفت على انت ايش استقطعت على مديح الاخرين على نقاط الاخرين على انت فايز معك شخص ثاني من اللي معها ما من اللي معها معها مصرط ليش تزحل مصرط اصلي مفوزه بعد الله سبحانه مصرط والله كفو طيب تقول يا شباب ربع بشهر ربعي طيب ومصرط معك ربع معك ونقاطها معك ليه تزحل الرجال ليه سؤال الان لو يسمعك واحد قال ان ده فعلا جاب لي حالنا مو في حاله ما يقولون صح احنا اخوان مصر بلوى يا مش في القوالة ما يقولون اخوان مصر ما يقولونها هو يقول ويقولون الناس انت قلتها ولا ما قلتها ما قلتها قبل وانا اقولها هذا اخوك حقها اروح نجيب هذا اروح يا لا 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 جم. لا لا راح اجيب مصطفى وها صغر بعد خليه يروح يجيب هذا والله صدق صح خدمنا احنا اخوانك كبار صغر قبل خادم انا اكبر منك ب 12 سنه راح اجيب هذا انا ب 16 سنه ومش فرصه 87 احسن موديل قم يا ولد يلا ابوكم اصبر قم فهد خذ ابو فهد خدمنا بس احنا كبار ما عندك اي اثر طيب في البرنامج سوء اثر تطلع من البرنامج ما عندك ولا اي اثر سوء اثر في اخويا اخبار كبار بسوي لكم اثر بتخدم معكم انا ها راح اجيبه هذا اثرك هذا اثرك البطل يا شباب تكفون جيبوا الغداء يا عيال من يجيبه؟ هو ما صغر واحد يشتروني 24 ساعة من ارسلناك متى ما اقدر ارسلناك وقد رحت انت ايوه انت يا شباب في الهنجر 24 ساعة مرة معاقب ومرة محالف ومرة غير فاهم هنجر ولا فايدك وجيدك على الشاهي ايوه والسكر والطامر فوق الكلب قال الله يبلعنا هذه بلوى قال ترى بلوى يا عثمان قال الله يبلعنا بعدين حط نفسك مكاني انا بروح اجيب هذا حط نفسك مكاني عيال انا اكتشفت ان لجت ديلما ولجت ديلما السيف هذا يشيل همين مو بهم واحد هم انه يطلع وهم انه ابو سحاب يطلع يخاف ابو سحاب يطلع عقبه يطيح هذا شيء متفق عقبه يتعرى بس كشف اوراقي اصلا لو طلعت شايف كيف يكون موجود راقته فراشين يقولوا له خلاص انتهى البرنامج قم قبل طيب ايش انتهى البرنامج يا اخي ايش كنت مسوي مع هالشيء تدري ليش؟ بانشرها في جميع الاعلام ما اقدر اسوي فيكم ما بتكلم بجميع الاعلام بقول ابو السحاب له كذا 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 مسنع نفسك ما شاء الله عليك بس كلام بس على الناس اللي ما عنده شيء ما افتخر بفعلك معي مسنع نفسي قبل اشوفك من يسنع لي يعلمني يا ولد بس سلم مره على اخوانك الحراره اللي جونا مشعل وسلطان ومحمد ودك مشعل لو تبرى لا مدحتهم كأنك ما دحني ما بشرط لا غير صحيح الا والله صحيح غير صحيح ومنو انت شو تقول صحيح منو انت غير منو انت كلنا يظهر بفعلنا ابراهيم مسي عليه السلام ابوه ما بعلم ملته مو بشرط اذا مدحت اخوانك معك نفس الصفات اللي فيهم انت اخوانك في الحال يمين وانت الحال يسار ان شاء الله ان شاء الله حبيبي بروح اشوف هذا ابو الليل سيوف سيوف قوم اقعد من النوم قوم اقعد من النوم سيوف روح انت وكابك هذا ما عندك كاب انا اعطيك يا اخي والله لا اعطيك والله لا اعطيك اقسم بيت الله جايب باجد لا هذه عصبه يا طيب تفضلك عليه كبير مره صح يا فتره الارض انت يلبسوس فترة تعرفون الجمرة؟ ابو مسوي نفس يوم راح فتني عليه يوم جاء انا اكتشفت ابو فهد انك انسان لولا وجودك ابو سحاب لن يتكلم لن يتجلى بالكلام والفعول بدونك هذا اكتشفتها انا صراحة البسوس يا اخي والله يحب يسولف ذا صراحة يا اخي اصعب شيء تعامل مع ناس يحبون يسولفون والله العظيم لان ابو سحاب ما عنده محتوى الا سيف مطيري لاقيك ايش؟ يرفع نفسه بك يا عقب لا يرفع نفسه بك لا لا وجودك انت ما ارتفع ابو سحاب ترى لا لا رجع بس فهمت علي؟ ابو سحاب الحين شو يخاف سيف هذا طلع سيف هذا ما مصري ما تحملته هذا كلام غير صحيح ابو سحاب يطلع من نفسه وانا اطلع من نفسي يا اخي انت تقول يا الله انت مثل طويق كيف يوصل القمه هو؟ لازم على طويق
لازم يطلع على طول عشان اقدمه. انت 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 ما عندك سالفه غير الموضوع هذا؟ لا جد جد تتكلم جد. ها انا لا تتكلم جد والله العظيم يعني يعني وش بسحب ولا شيء ترى بدورك ولا شيء بدورك هذا والله اللي ما ينعرف له صحيح. ها انت ما ينعرف لك ليه؟ بس ارجوك لا يجعك سلم له حوك تطيح فهمت؟ ان شاء الله. تبيني اطيح وش تبي انت؟ ها تبيني اطيح تبيني فهد انا احبك فهد اعزك قدرك انا اعرف وقفاتك وقفات رجل وقفات تتجلى بوقفاتك العظيمه الله نعم ترى بسحاب ترى وش وش اديك اديك ما اديك اديك اشهر منها في بيت ربجي هو نجم هو نجم وانت نجم كل الناس نجوم لا جايك لي ولا جايك لك ليه؟ لا جايك لي ولا جايك لك ورجع عمره طيبة وبخير ونعمة يحب يمزح هو ضحك على كلمة تجيك لا تجيك لي والله ما حد يسمعنا الا ابو عماد يكتب السر والله ما حد يسمعنا ابو عماد يكتب السر ابو عماد الحين انا ابي ابو سحاب يسامحني ليه؟ قلت له يا عقب شفت؟ ما قلتها انت ما قلتها الا والله قلت انا اتحمل بذاك لانك راجل شجاع ما قلت انا قلتها عادي لا 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 لا, لا اتحمل مسؤولية هذه الكلمة لا انا اتحمل انا اللي قلتها حبيبي انا قلتها عنك انا احبك ابو فهد انا رجال سحاب تعال يا قلبي تعال تعال يا ربي سامحني بسرعة لا يغثني شوف لاحظتوا انتوا حاجة ابو سحاب لما يقوم سيف فهد سيف فهد سيف فهد سيف فهد يا عيال لان درى فيني نجومية ليه درى يا اخي هذا مثل سهيل والنجم الجدي وسهيل تدري الحين ما طلعت شيء دالي تمام حق بطلع شيء بالنهاية خلي خلك شو مستور خلك شو مستور باقي 10 ايام بس بالله بالله اطلع 24 ساعة ايش تبغى 24 ساعة لهلك ترى ابو سحاب شفت المصير هذه مصير هذه افضل من ابو سحاب افضل من ابو سحاب وجوده ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله فلا الله تدري ايش؟ مثل مجروم هذه دور الحالة سيف مو فيه ما الشخص اللي يرفع ابو سحاب دائما مو موجود فهمت يرفع ربه ان شاء الله ربي يرفعنا كلنا ان شاء الله ايه انت وش انت اقول ولا علوم علوم شلونك انت طيب لازم يكون انسان تعرف الحقيقه صراحه عارف اني حقيقي الله ما ذكرك انت طيب انت انسان ما لست مجرد انسان فقط انسان وحقيقه انت مثل الشمس ابو سحاب اللي مثل الشمس ولا انا مثل الشمس هو كان موجود قبل شوي بس الان انت اوكي 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 تمام اوكي حلو حلو يعني شوف حتى هو راح يجيب غدا ليش؟ ليش؟ بيسوي اثر فينا ليش؟ تدري ليش؟ بيطلع نجوميته على سيف فهد قال لك قم انت ما قمت صح؟ صح؟ انت ما قمت هو راح يبوش تجلى عليك شفت كيف؟ خليه يجي يتفاهم معه ابو شعب تعال تعال ابيك انت قوي انت قدع ها انت قدع هو ايوه ما صارت غدا يا ابن الحلال ايوه صح بس حاجه عشان لما نجي ما نجي شعوره لا تحاول تقول شيء خلينا نش نرفع ابو سحاب عشان ما يطيح ابو سحاب فهمت علي ايه حاول احنا نجي نمدحه زي كذا لا تنسى تكفى انت الحين انت شيك انت شيك انت الحين اكتم السر دامتك ان شاء الله تعرف تعرف ايه اقول شيء انت تقول لك كلمه تخلق مشاكل ما ترضاها صح؟ يعني هو يخلق بيني وبينه مشاكل كذا بس مشاكله حلوه يعني الحين قصد الرجال حتى اذا جاني ابو سحاب يمكن يقلب عليك انت عادي ايه لانه ما يقلب مستخلنا احنا مصلحتك يعني انا مستمع ترى مصلحتك بس هذا بضيف انت تقول هذا مصلحتك ابو لا مش انا هو يقول هاي كلام مصلحته انت ايش رايك بكلام مسر؟ ها؟ ايش رايك بكلام مسر؟ الي الحين شوف الطيب ما تفهمون انتم مو عماد ميز بكل شيء الله يبيض وجهك بس لا شوف شفت السياره الصغيره ذيك ترى ابو سحاب انت مثل طويق وهو مثل ابو سحاب مثل هذه انت مثل طويق هو عندك مثل هذا يا ولد انت ايش فيك يا ولد لا تسبب احزازيات يا اخي لا ليش ما ايش دعوه عاد لا لا شو انت لا توفر ايوه اوفره والله مش سالفه لا توفر يعني صح انه يعني نجوميه سيف
تعتلي على نجومية عبد الله؟ لا ان شاء الله يا ولد كل ابونا مثل بعض. لا 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 احنا نشوف ترى انت افضل منا. انت فيك شيء انت؟ احنا حكم والله والله تكلم صحيح اقعد اقعد اشوف زي الناس. والتقرب اللي تقرب عبد الله واضح جدا اصلا من سيف يعني مع انه كان فتره معينه ما كان يتقرب. المشكله انكم تقولون الكلام ذا كله ابوه وبخليه على جنب بس مشعب شوف 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 ما صار انت ما تسوى طخ. انا اللي ما اسوى طخ على كيف لك هذا ما تسطخ عليك خايف ولا سحاب؟ قل لا اله الا الله سحاب ابو سحاب صح؟ خايف إيه؟ خايف لا بالعكس اقتنع من كلامي شفت إيه؟ كيف؟ ابو سحاب انا المدى. انا امشي على راسي على راسك؟ إيه؟ رجلك فاضي فوق اي السماء ولا لي بيمحت ومهما الله لا يقوله مهما يطلع انا على مساري ما تغير ان شاء الله صح اني بنتضايق صح انه بننغث انه طلع اي احد منكم الله عساكم ما تطلعون ان شاء الله بقول لكم شيء والله العظيم اللي بمشي على مساري وانا الحمد لله انا من دخلت البرنامج يسالوني الناس يقول من اقرب الناس لك اقول ما حد قولوا امين ولا يكسرون فيه والله يا عيال والله والله لن يمشي بالضبط ماني متحيز راح الحق انقال والله العظيم قبل شوي سافر معك قمت اتخيل وضع النمام بين الاشخاص نكرمنا كلنا ان شاء الله يا عيال يشيلهم بس انت نجحت في الدور مثلت صح لأني عندك واقع خبر قوي أهم شيء لأن عندك واقع خبر قوي ليش؟ لأني مريت على أصدقاء زي كذا مروا علي زي كذا أعوذ بالله ما نجي اسمع هذا والله والله إذا مريت على أشخاص إنه يجي يعطيني كلام مثل العسل ويجعل شخص ثاني يعطي كلام مثل العسل وإنه لجلسة سواء مدحنا ولا تفارقنا مدح لي وضد ذاك وراح عندك مدح ذاك وضدي والله يا عيال هذا صعب ان تتعامل معه ترى جدا شوف الدنيا تجارب فهمت انا جربت الشيء هذا مع اصدقاء ترى قال لك بعض العرب الله يكفي شره بعض العرب يقوى على الطيب وسواسه حتى فرق اهله هذا وهم اهله لا حي سالفته ولا حي مجلاسه لا حي بمقابله لا حي بكله الله لا وشوف شفت قل لا الله جاني مع غفوه النوم حلم غريب وفز قلبي من اقصاه يا شيب راسي من هي سادة القوم كأني لمحت الصاحب اللي حشمناه يرمي علي الرمح والرمح مسموم ومن حسن حظي ما توفق مرماه يرمي علي الرمح والرمح مسموم من حسن حظي ما توفق مرماه في الزيت من نومي وانا اطيح واقوم شيء يهول العقل ما قد حلمناه ثم عرضت الحلم لمفسر الحلم قال البلا حولك مقرب بلاشاه قلت اعطيني الزبدة ترى صابني شوب من صاحب هديت له ما تمناه قال العلوم علوم في شدها علوم كم صاحب من شوف الزمن انت قلت الزمن ما سلمناه اني رحت فيها هذا فعلا هذا حلم صار عندي انا صار معي انا في شخص هديته كل شيء كل شيء ويستقبلني بكل شيء استقباله لي عسل عسل وجاني كلام عسل والله اعرفه والله جاني كلام قال مسفر لا مو طيب معك اذا طلعت قلت لك انا اقول روحي ما اقول اخوي اقول روحي هذا روح لي انا قال نعم انا انسان ما اصدق لا اشوف ولا اسمع مستحيل اصدق لا ايش سويت انا سويت الحركه انت تنحاز اذا قال لك احد كلام زي كذا يجيك شك شك شكيت تعبت شهرين وانا طارد ورا الحقيقه شهرين أطرد الحقيقة نتأكد وفعلا إثر يجي اسمعي دل أنا معطيه كل شيء يجي اسمعي وفي صداقة بيني وبين شخص ثاني زين الشخص الثاني ذاك أنا عرفت عليه إثر هو نحازل ذاك وبيسحب علي أنا وقام إيش ينشب بيني وبين عشان يفرق بيني هذا عمل إبليس استغفر الله لأني أعرفه قبل لا يطلع عمرك كم هو مثل الكلام بيوصله لي عن مثلا تكرم ابو عماد عن ابو عماد اصعب ابو عماد نفس الكلام اللي هو يوصله لي عن ابو عماد نفسه بالتمام كل تجريح ابو سحاب يقول عن شيء عنك جبه هنا تجريح يقول عني جاني مثلا ابو عماد كم اسفر ترى اخويك يقول كذا قلت ايش معلمتي من قدنا شهور توك تعال تتكلم قال والله مسفر ما بيخرب بينكم انت معرفني عليه قلت ايش قال لك؟ قال لي قال كذا 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 كل الاشياء اللي انت كل اللي قالها كان يقولها لي عليه على خويك اي وانا اتحاشى منها اقول ايش؟ يا ولد هذا اخوي تقول لك نفسك يا ولد
وانصح بعماد، ترى كنت انصح بعماد، اقول بعماد ترى اخوي اللي عرضتك عليه مو بطيق صوبك. يوم وامسك طعمك عجب جلس اشرب، والله العظيم اني الاقي واحد مسجد، ايه مسجد صلاه الجمعه ساعه تسلم، احنا جالسين كذا صلاه الجمعه، والله 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 بس ما اعرف الرجال في صلاه الجمعه ما ادري وشو، احنا مسجد جامع. هاك يلا هاك ايوه جالسين في صلاه الجمعه ساعة تسلم كذا، استغفر الله استغفر الله، عاد انا حول الباب، الباب حق مسجد الجامع ساعات كذا قاعد، هذا شطة هذا شطة هذا شطة جبها هذا شطة جبها جبها، لا 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 هذه غات شطة 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 هي شطة هي شطة هي شطتكم ما هي شطتكم قاسمني اعطني شطة ابي شطة روح 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 انا ما سمعت ما قلت شيء هي شطتكم هي شطتكم اكمل وما اكمل انا اكمل احنا نتكلم عن الغيبة والنميمة اسلم قلت عندنا قبل شوي اختابني سيف لا انا قلت احط عليك انا فهمت وهو قاعد يقول وسحاب مسموح يا ابو معنا المهم ساعة تسلمنا يا ناس صلاة جمعة صلاة جمعة تمسك ذاك الرجال بركبتي كذا قالت لي برمعتها قلت سم قال فلان اخويك ايش الدنيا به؟ بس بس ايش الدنيا به؟ ايه قلت خويي بخير قال طيب قلت انت من انت؟ قال ماك شغل والله ان العالم ما تطلع من مسجد لما يتخطروننا هو عاد ماسك برجلي مسجدكم قريب الجامع صلاه جمعه ساعه تسلم صلاه الجمعه تعرفها انت والله ما اعرف الجلسه ما اعرفها بس انه ايش يقول اخويي اخويي بيتكلم فيني قلت انت من انت؟ قال ما معلمك لكن وصل الحين نقول رجال صلى جنبي صلاه الجمعه يقول حسبي الله عليك من اليوم القيامه تحس بعرفني على على هوي اللي انا كنت شاك فيه انه ينمم علي سبحان الله كنت بعطيه كل شيء ترى يوم قالها قلت تكفى لا قال قول له قول له جايتني على ويعيد كل جمعه يقول حسبي الله عليك ليوم القيامه يا رجل طعم مسجد ذرا ما عاد شفتهم ما عاد شفتهم زي الضباب عندي خلاص زين إيه. قلت له المبلغ قشر قلت له خاطري قلت له بروح لها بقول لها ذا كلام فهمت؟ واستشهد اي والله صعبه على ان ذاك جارحني شفت تخيل على اني انا اتحسب عليه قبل ذا إيه. كنت اتحسب عليه قبل ذا بس لما اتحسب عليه ذا الرجال في صلاه الجمعه جت شيء عظيم عندي كاني انا اتحسب ولا شيء بالاخير طعمك ارسل له رجال قلت له كذا كذا والله يا عيال ما تخلينا اسبوعين ويدقون علي رجال وتعال نستراح قلت ايش عندكم؟ قال لا دق علينا يقول تكفون سامحوني انا ظلمت مسفر وظلمت فلان ظلمت فلان ظلمت ما عاد ينفع قلت ربي ربها الله زين رايوس بعد ها؟ زين اعترف يعني هو اعتذر قلت ما قالوا وما يجي خير اللي كابر ايه قلت راح يستر عليه وعلموه من ناحيه المعرفه ما عاد يعرف ايش سحب سامحني بالله لا لا ما قلت لك ما لنا شغل بعمان سامحني لا واحنا ابي حقي وافي منك والله خمسه ما حق انت عاد ايش قلت ولا لا؟ عطني خطاك وعلمك انا قريب من حق مش قال من شنو قلت تعقب قلت لي تعقب انا في غايب غايب لا لا قدام وين قدام؟ لا قدام من قالها لفعت لي خشمها يا هناك شوي 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 بعد تسال هناك دجاج هناك روحي قلت انا حاضر وانا غايب سلام غايب وانا غايب تعقب انا حاضر فيها لفعه تعقب انا غايب فيها لفعتين والله تم يلا تغدى بعد غدا فيها حل بس يا ولد خربت وين ساسها يا ولد خربت وين علينا قامت تاكل عند خشمك لا عاد تاكلون توكلون علي بعد ولا اقل عنها عنا هرة دخلت الجنة امرأة دخلت الجنة بسبب هرة أنا ما قلت تعطونها أكل خليني أعلمك نصف الرجال في خير يدور الخير يدور الرجال الله يجزاه خير ويا ربي والله العظيم إنه شيء زين إنه يودي لهم ولكن ما يحط قريب عندنا الأكل هذا منظر حلو ظني أبو سحاب كتصحيح فقط يعني بسيط يعني فوق لا الهرة بسبب كلب هذه الهرة دخلت النار صح صح دخلت حبستها ها يا ولد عساك مسامحني بروح يا ولد أنت روح لا بروح ما نروح تاكل تاكل لا تسامح لي وصيت امه اكل 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 يعني منيره اكل
وابو فهد ما داعي فهد تبغى راح بالسحاب تحط ظهره انت انت ما تعلمني ما لها داعي ولا لها داعي انا عرفت من قلت حقات منك ايش مخي صح لا خلاص سامحني عادي يا ربي قاسم تخيل انا ما حد اذا اذا تبغى يسامحك بسحاب يا لك بسحاب طيب شوف شوف سامحني ابو سحاب تتكلم فيني ما له روح راس شفت وايد يتكلموا فيه صب شيء جطه يا ابو ايش اسمه جطه وين جطتك وين ليش ما يجيب شطه ليش 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 ما معي انا ما صرفوا لي ما صرف لي كنت وشاي بس والله ما يصير يا ابو مانع والله اني اتكلم صحيح طيب هناك هناك هيناك يلا عذبتني يا مسفر بالشوك عذبتني يا مسفر بالشوك ابو سحاب اي رحم فوق الطيب اقف الجاي محبيني محبيني من خارج اسوار القريه والله تستاهل زين الطيب بعد ويش بعد, بعد ما عقبتني إيه. بعد ما عرفت ابو سحاب اللي رفع شف قدر الاخوانه بيكبرها ترى وقدر لكم يا زملاء لا كم مره تغلط علي ولا قلت له حاجه ولا قلت له بعد انا كمل طيب سم قدر للجميع راح اخفف من العقوبه اسكر طراق واحد بس طراق ليه؟ انت خطي علي بعد انت تسكري طراق انت ابشر بلحق بوش بلحق هذا هاك هاك طراق وليه وش اللي حادك تشتري الطراق ب 1500 ريال انا اعلمك اسلوب العرب اسلوب الناس هذا هذا اسلوب تشتري عقوبه اشتري عقوبه ب 1500 انت فلوسك وايد يا ولد اتلمس 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 رقه يا ولد منه منه ها اما طراق ولا 1500 تعوذ من الشيطان يا رجل فكر علي اردني خبر يا ولد طراق وش طراقه يا رجال صح صح وديك مستشفى ابو سحابه وديك مستشفى وديك مستشفى ابو سحابه ما تشوف شر خايف عليك تبي ما اشربك ما لا لا تشربني ماء في كلمه قلت انت يا اخوي سيف واتمنى انك تاخذها بعين الاعتبار مستقبلا شنو قلت لي انت ارحب قلت لي يا ما اخطيت عليك ارحب احب الحياه مرحبا يا مرحبا ارحب 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 لا سلام على لا سلام على طعام يا مرحبا يا مرحبا يا ابو فارس ارحب والله اني كنت حاسم بليتم لين شفتك طيب شلونك يا صاحبي يا ابو فارس يلا حي طيب شلونك اتعب اطح فالك طيب اطح فالك ابو فارس اخباركم اه بخير طيبين يا مرحبا يا مرحبا ابو فارس هلنا يا رجل دش دش الزرق دش دش هواجي دش عطي شيل هلك وانا خالص والله شيل هلك والله شيل هلك شلو ابي شيل كفلوس ابي كفل حلال شيل الهموم اللي عليك خلال الفلوس هذا مصروفك 14000 ما شاء الله طيب شلو خير والله طيبين يا هلا هلا والله اني استحق الله اكل معكم لا فليه ما ادري يا راي يجيب لا لا الامور طيبه شلونك اخبارك طيبين لا تعب بشر كذا علوم زينه كيف بشر الامور اللي الخارجيه كلها طيبه ما شاء الله تستاهل السلامه ان شاء الله ها الحين عادت الحياه للقريه حتى حتى الموت صحى وعان ابو فارع ولد شلونك والله بخير عساك طيب عساك بخير فهد 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 ودعتني يا ابن عمك اي والله الله يذكره بالخير انا والله كان الشحن طابي ايه اموري الامور طيبه ان شاء الله يا مرحبا جيب شطه الشطه بالشركه عندنا 15 علبه سووا مبادره امبارح اخذ الكاس يجيبون شطط زي برنامج ابو فارع تعالوا ما 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 بخيل الا بخيل الجاه ابيك ابي جاحك لابو سحاب علام. انا غلطت على ابو سحاب وكل يوم بيننا مزح انا وياه ويغلط علي بعد مرات ولا اقول له شيء ولا اقول بحق ولا اكبرها وغلطت عليها الحين وانا اعترفت بغلطي ترى هو ما درى راح وقلت كلمه واعترفت بغلطي قلت له وش الكلام وش الكلام قلت يعقب بس ابو سحاب يعقب بعد انا جابك ابو سحاب الاشاد يعقب اصبر عشان اقدر اذا جينا طلبناه منا ما دحينا انت لازم تفكر صح الحين لو جيت وقلت ما عليك منه ولا خشيت في عينه على طول قلت مطلوبه لا لازم تعلم مكانته صح يوم يعرف مكانته هذه ولا طالبه واحد انه له مكانه وشرواك ابو هذا شرواك الطيب انت مثل مكانته بعد من هو انت لا
دوم منا. عليه ودي. أنا وأنت دوم منا. صحيح عشان. عمر ومكان. صح صحيح صحيح صحيح. لا تخرجوا عن الموضوع، لا تخرجوا عن الموضوع. كمل أبو بعد. كمل أبو بعد. أبو سحاب. أنت أبو سحاب اللي على رؤوس الأشهاد. أنت الروق اللي يقولون. هذا الروق اللي. معي. تبى. أبا مطلوب بس هذا خل. أنت. حالا مطيري. ها. مطيري دمحونا شيء نوادي. وش تبى. بس هذا. أنت أبو بعد. يا ضروج. تبى نسلم على راسي أبو. لا 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 بس. تبى شيء؟ بيض الله. أنا عشان أعلمك فرق الجيب بس أعلمك فرق الجيب. بيض الله وجهك. هلا تخطي إذا ما أقول. زيدة. زيدة طالب علي 1500 عشان أنا صغير. لا قال لي تعقب، قلت عقبت لأن حاضر الغائب. قال لا طيب إذا حاضر ما تقدر. لكن طالما إني وأنا غائب هذه عليها عقوبتين حقي. آخر شيء قال عي وقام يحوص تعرف ما هو بجمل هو. لا والله جمل ما يبرك وشيب. يا ولما شا من قايل. قلت له طراق أنت موضوع. قال له طراق وايد. قلت له بيشتري الطراق مني 1500 قال له على هذه ولا هذه. يمشي شافك يا شايف ناس سعد. عارف ما مخلص بعد الله غلط. والله كفو أبو فهد. والله ما حلال أبو فهد بيض أربي منام الرجل ما أبو فهد. تعال. بعض الأحيان. لا غيابك شايل نديك مسمي سويدان. أبو شايل سويدان صار سويدان معي الحين. كنت ما عرفت اللي تغيرت. أنا مشيتك خدت عديل ما كل يوم هكل يوم ما أشوف الرجل زين. واضح أصلا. لا تعبت أبو فهد. العلوم يلا حية الله يبقيك الناس وين والعالم خلاص راحوا يمنك من احنا طب عندنا حمى النوم والعالم مغرب العالم مغرب تقوم وترقد الله لا يبلع اعطوني عصا اعطوني عصا وخالك على خبرك انا خابر خالي انا والجنيبي هذا ممتاز كيف حالك يا جنيبي ابشرك الحمد لله طيب طيب طاب حالك الامور طيبه وانا ابشرك ان الربوع الناس تار. ان الحمد لله ننام من وقت الساعه 6 الساعه 7 بدري 7 بالكثير احنا نايمين كلنا الحمد لله ربك بعد النايم 10 ساعات على جنب نوم شلوا لهم انتم طيبين اوه بشرك الحمد لله هالايام الحمد لله نومنا تمام الله يستر عاد من الايام اللي جايه انت راجع على الباقي انا اي ليه هذه انت فاهم فيها ورا الخيمه اللي فيها هزت رؤوس واجد هذه انت قبل عند السيارات برا هذه اعرفها الحركات هذه انت قبل ورا الخيمه ايوه يا مرحبا والله لي يا مرحبا ألبك ولا مو طويل راح اجيب لك شاي قهوه جديده جنيبي كيف حالك ابشرك على الربع والناس اي الحمد لله كلهم بخير ونعمه ما نقص من غير شوفك بس احسن كلهم شارع من راح يا ولي عليك الله يستر عليك من شيء راح كله ها راح كله ما خلى من شيء وي كم باقي لي فنيله ولا بنطلون ما ادري غربي ما ادري شنو باقي قربابه كلها معي بدمتك اي والله بس ريحته ما زالت مكان الحين نور كل العصر انت فاتك ابراهيم من البارح طاح فيصل هو طاح فيصل طاح غير فيصل واجد انت تسمع ببك الشاعر يقول لا راح راس القوم راحت قبيله انت انا ذاك ولا هذا ايه يعني انتم تبون اجيب الغداء وارجع به حلوة 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 والله ما رجع والله ما رجع غرنا امزح يا بهبول والله ما امزح والله ما رجع غرنا والله ما رجع غرنا والله ما رجع غرنا احنا عندنا نظام اخر واحد يشيل الصح اخر واحد بعض الناس يشيل لقمتين في يده يروح ياكله ويمشي ابو عمال بعض الناس عشان ما يشيل ياخذ لك 200 معه وماشي. مويتكم يا عيال ما يصير يا عيال. الحمد لله حمد الشاكرين.
ها؟ هذا نعمة يا رجال. مسرور ايه ايه هذه ورا ما تاكل الله يصلحها. الله يعطيها السنة. اخبرنا مضري. لا لا خليهم يناموا فكنا منهم. خليهم يناموا عشان المغرب يقومون يا رجال. يا ابو عماد هلا انت تشوف وكل من لقلب صافي هلا فيكم تزين القوافي يا هلا البزنس كفو بالسوالف والفوايد والنوادر والقصايد كلنا صايد وفايد يا هلا البزنس كفو ضونا كل وقت حية عامرة بشاذلية ضيفنا يالله حيا يا هل البزنس كفو من نزل سوق التجارة يتعب الكسب الصدارة عالم البزنس شطارة يا هل البزنس كفو الحماس من البداية بين تتويج النهاية للتحدي فيه راية يا هل البزنس كفو هلا يا هلا في كل وافي وكل من لقلب صافي هلا فيكم تزين القوافي يا هلا البزنس كفو سلع عامية عالمية
هل تمنيت؟ تمنيت اني شفت حلقات هذيك اليوم. يا حلك قطات يا ابو قطات. اي حلقه؟ اسمع انت عليك قطات حلوه ولكن قطاتك بريلتي مي بزينه صراحه. مره تضحك مره ما تضحك. هي ترى كذا تصدف. اما ناديت عند زياد الشهري وابراهيم امسك بطني واضحك. انا ماني بين ما اضحك بس اضحك اسمع. كيف تذبح لي تذبح؟ البارحة طلعت مني عبوية البارحة يوم قلت حبلك شيطانة كاميرا. والله العظيم من هالضحك بالذات مع زياد الشهري استانس ولد استمتع والله اني استمتع. عاد شلون الناس اللي برا يا رجال تعرفين كسرت قاعدة يعني مستحيل ابى احد يصحح لي هاي المعلومة. انا اتابع برامج الواقع ما في شخص طلع خمس مرات ورا بعض الا انا الحمد لله. وخاصة ايش؟ لعلمك ان اللي يكونون من خارج السعودية في العادة ما يطلعون ثلاث مرات ما يطلعون اصلا. يعني في البرايم كامل كامل طول البرنامج. ثلاث مرات اربع مرات ما يطلعون. انا خمس مرات على التوالي. ورا بعض. ورا بعض. الله يعطيك الشيخ. لكن الحمد لله يعني. حتى الاسئلة اللي جاتني امس اسئلة صعبة لكن الحمد لله اعرف لها. عندك الحين مثلا الصحيفة الصفراء. ايش معنى انت؟ ها؟ والله صحيفة الكاذب يعني لونها اصفر يجيبونها اقصد تراني والله يعني اللي فيها يعني اللي فيها الاشياء كلها اشاعات وكذا. انا ثقافتي والله ما اشتغل ما جدا. لا ترى احنا هاي مسولفين عن السؤال هذا انا وزياد باول برايم كنت معه. شلون اول برايم كنت معه قال بيجي داخل الحين وبيجي كلهم 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 مسلط كان عنده مطبخ اليوم. يا سلام زين يا طويل العمر قال هو كنا نسولف عن الصحف كان في سؤال في صحف ومن ضمن الخيارات صحيفة الصفراء فأنا اخترت ما أتذكر عاد إجابة صحيحة اخترت. قال هو ليش ما اخترت ليه ما تعرف إن ال ها شغال هني أروح هني شوي فكنا نسولف على هذيك الصفرة اللي هي ولاني ما كان عندي خلفية عنها من أول برايم. لا لا ثقافتك زينة. لا يعني الحمد لله شوف المعلومة إذا جاتني خلاص صار السخ ببالي. ما شاء الله الحمد لله. الله لا يبارك. لا أنا ثقافتي جدا ماشي. زين ها جاوبني على السؤال. زين وجاوبت هذاك وسويت عليه هذا السؤال ولا هاي السؤال صراحة كان بيحيرني لو لو ما عندي معلومة قبل عنها لأن القديمة الخيارات كانت القديمة الكاذبة أظني الجديدة كي أربع خيارات بس كانت الكاذبة هي اللي صح يعني. أصعب عليك أصعب باي مر عليك الماضي مش هذا مش هذا الماضي اللي قطعت لبسك لا اللي بعده ليه صعب لاني كنت حاسس اني بطلع لما جاوبت على اي سؤال كانت مبيعاتي شوي تعبانه المتجر اللي عندي فهمت يعني كثير مسكت كثير فتره طويله فما اتوقع ان حد بيشتري من نفس المتجر من نفس المتجر فها كنت متردد شوي كل قلتك خطط لك ابراهيم ايوه ولا واحد صح ولا واحد صح يا رب اشلم عليكم ضغط نفسي يا ربي ما احلم احب الموقف دي ترى انت اظني ما طلعت بعدك ابراهيم صح؟ لا ان شاء الله طلعت مره صح؟ لا معي شيء كنقاش هاي ادري ان حبه عمل فيني عمايل اصعب سؤال من زياد صب لي جاي يا ابوه اللي صراحه اني كنت مفروض اني اعرفه اللي هو هذاك يوم جاوبت الخوارزمي وكذا بس قطيت الخوارزمي ولا اعرف انه غلط حبيب الثغره وين الشاي الجديد اللي جبته؟ في الثغرة؟ هذا السيارة شاي جديد هاي القهوة جديدة تبغى شاي جديد ولا قهوة جديدة؟ أبي جان جان جاك عندك أنت صب لي جان كعربون أسف يعني أدري صب لك عربون أسف عمل فيني عمايل صب صب لك عربون أسف أيوه يقول لك سيف آسف وهذا كوم من يده العلوم زينة يا أبو فارع يا تراني طالب كون أخالك إيش هالعلم؟ خلني حفظ دراهمك يا ابن الحلال أبشي أعلمك أبشي أعلمك أخوي رحمة الله
الله يرحمه. هذاك صعب. لا يأثر فيه ما حبيت إني أكمله. قلت له تجاوز. درس العلامة مدرب. أبعلمك وش صار في غيابك. تحب العلومة الطيبة وتحريبها. خبش خلي أخواني خلص. خلي أخواني خلص. خلصنا خلاص. خلصنا خلاص. لا شولوا خلصنا خلاص. خلصنا خلاص. خلصتوا. هنا رجال المغر راجل. عرفته. حلو. وهنا رجال المغر يخبط ما عاد يمزح معه. تقول لك كلمة يرد لك بسبع آلاف وسبعمية. عرفته. اللي منه ساكت. اللي منه المغر ساكت. على المراحل هنا. أخطيت. لا 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 رفيق ما توقع منه. لا لا رفيق له خمس ساعات ما شافك وانت خلها تروح. لا ما يخليها تروح. ببشر عندنا انا عندي محاور واجد يا عبد الخالق. خلها تروح. حالوة. وهنا رجال متجلي. ايه عرفت. متجلي ويلعب بالرمح. الله الله. ايه ايه. وهنا رجال تفرع المغار يترصص في صدور المجالس. وها اطول من الرمح. وما في مصفات الرمح شيء. حلوه. ايه. وهنا رجال انسر البارح راح لاهله. الله يستر عليه. الله يستر عليه. ايه. كم خلصنا الحين؟ الامام راح. وفيه رجال صار يتيب ما عاد يدري وهم مع من. من اللي يهرج من وخذ. هذا انا. انا اشيل على عمري. ايه. ايه. عشان ما تجلف هذه. ورفيق لك من اول ينطط يمين ويسار وفرايح وحركات وخرابيط. زعلان بالحيل وخاطره مهاب. من هو؟ واحد انا. اللي على الاكوان زايد. اجل اخلاق قماش. وهنا ثلاثه سردادي مردادي من اللوكيشن على فارس السيد. عرفتهم. ايوه. لا تضحك سالفتي ولا تضحك فيها وانا على كيفي. اعطني شايك. لا خلصنا من الربع سم ثمانيه بقي لنا سته. يلا انك تهونها علي يا رب العالمين. يلا انك تسلم الامر. مع السلامه يا الربع. شكرا خير. برقد والله. رجال عجل اسمعكم ابى اكثركم يا مال الشحم. يقول اضحك على سالفتي. ولا تنقص الله يحفظك. ابى اكثركم. لا تضحك على سالفتي ولا ليه بضحك على سالفته. انا مسوي له شيء يا ابو سحر ابو فارع. استريح ابو حل بينكم. البارح ابو فارع قل له البارح ما تفارع. انت وجهك خير. ابو فارع انت وجهك خير. من جيت ابو فارع وانت تسمح بيننا. ولكن الرجال يا اخي انا تسمحت منك تعذرت منك يا اخي ليه ما ضحكت عشان استريح. انا مطالع فيك فوق وانت تتعبني. استريح استريح استريح. ويغلط علي يقول ما فيك من صفات السهم ولا شيء. قلت ما فيك من صفات السهم ولا شيء. انا مثل السهم بعض المرات. لا لا انت 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 حديده. ها انت حديده. انا بحديده. صقر. ها صقر. ها صقر ولا سيف انت كل ابوه. كفو استريح. شفت اما تصير حديده ما انت بحديده. زين احنا مع الرمح ينشب على طول. انا وش خلص. وهنا ثلاثتين على خبرك. اما انا اللي باك تركز علامة تظهرهم لي. واحد المعطيها مشت ما تقول لك كلمة غير ذلك ب15 ما هادين بزهمة في ذمتك. ايه يروع الحين يروع. ابو عصبة. ايه اللي جات اشياء قلت له. انا كابن ابيض الحين. ولد لا 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 الا اترك مختي مره. لا ما اختي مختي. خل تروح ثوب رصاصي قبو ارصاص. اي اي خله خله بالسر. ولد بعد الشبهه يعني. اي ولد وانا انا اقول قبو عصبه بس انت لازم لا تقول على قبو ابيض انت. تو قلت انت. لا انت لازم عنم اللي طول الماسوره. ما ماشي اموره. وش انت تقول علبه جيلي واحد. ايه يقول من التولات اللي اهدوها على نعمان الرأس. من بيجي من بيجي. كيف ابو تولة؟ ابو تولة ابو البان حق عمان. ابو تولة من. أبعلمك ما في تولة جابوها لنا في نص السيوف الله كثير. ايه تولة صغيرة بنية. الله المستعان. كيف الرجال كيف وضع؟ ما الامور ماشي. عموما القرية تبكي والنخيل ذبحه الحنين. اصحوا صارت تجي تعود سلامات. الله لا يوفق. ايوه هذه مدح لك يا ابو. الناس ما لها نفس تاكل. ايوه وانا والرجال لحي الغانم هذا عندنا الليله ان شاء الله تدشين ملعب الطائره. و اخرتوها ثلاث ايام مدري يوم. احنا عشان السكريبت فيه سكريبت وشان ترتيبات. هو ابن حلال ما عاد يعرف السكريبت هذا وشان. ما يحتاج تعرف يا ابو فارع. ابو فارع طلعت مبادرة. طلعت مدح. احنا بلشنا فكرنا مبادرة. شوف يا ابو فارع فكرنا مبادرات سموها اسقاطة.
ليلك شروي. الله لا يسقطنا. شوف ابو فارع، انت ورد تحول من متسابق الى داعم. انت عمر حام تخبره مشاركته بالدعم. عمر حام انت مبروك مشارك بالدعم فهد فارع. والله اطلع من شاب خلق دعم القناه والله العظيم. الله يستر على عمر حام. اسمع الله يستر عليكم. تعال ابو فهد ابيك والله برقد والله باخذ لي غطه. يا اخي ما عاد باقي على ذا المغرب الا 15. لا وش 15؟ 15 دقيقه. لا ان شاء الله. تعال اشتري. والله العظيم اني برقد. ابى اقومك ترى. تدري ليه؟ خليني اقعد اسوي غدا اليوم. عندي مقادير. انت دائما عندك مقادير من الاستاذ. مقادير يا قلبي انا. مقادير. عندنا الليله ان شاء الله تدشين ملعب الطايره. من في يعرف يلعب؟ وتدشين اما لوكيشن ولا تدشين الجلسه حقت الفطار بكره. وسحور اليوم ان شاء الله الساعه 2:30 اللي بيصوم معنا ان شاء الله. انا بجيب شوي. لا لا تجيب لحالك، ما احنا ماني بحاطين يدي فيهم تجيب لحالك. وش دخلك انت؟ انت ليش جايبه؟ اجر صح؟ لا لا يا مبادر كذا خله كذا. حتى انا بدفع كذا. ادفع فلخر انت. انا بدفع فلخر انت. انا جايب الحمد حاشي مطبخ انا اياه. يا حلوه بس 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 بس. ما عليه. والله ما تحط فيها ربع ريال. والله ما تحط فيها علي بالملزيم. علي بالملزيم. خلاص اكرم قدام الناس. ريال. اسكت لحظة. يجي زي يجي زي يجي زي. علي بالملزيم ما تحط فيها ريال. ما يقدر ما يقدر. صعب عليه؟ لا نفس الشيء. طيب اسمع. عبد الله الروبي. صل على النبي. احنا بنرد من احمد حاشي البطاطس. اسمع. عبد الله بن سعد. البطاطس طيب والكوسه كويسه. البصل تقطع. ها؟ البصل تقطع. ايوه. والبطاطس تقطع انت. ايوه. قدر الضغط غسل على الجعيدي. ايوه. والنار تشبها سيف. ايوه. معي؟ واللي يحتريها التستس ويحط السوداء ذيك عبد الله عبد الله افريدي افريدي اي والباقيين ايش يسوون؟ والباقيين تعرفهم انت شيلات شيلات العيال الباقيين شيلات بس ايوه شيلات تم تم يعطونك تفضل 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 تعرف ريالتي يعني كل شيء كل واحد ايش فهد فارع كل واحد له شغله محمد عبير راقد ها عبير راقد محمد عنده مبادره الحين ما قام سواها متى؟ انا راقد راقد محمد عايد نجي خلص العشاء طول العمر كلنا وطيح الليمون السوداء هذه اللي تفر اي تطيح هذا الليمون السوداء نحطه له في الصحن الله عاد لخبطه النوم مشكله وش الشخص الوحيد اللي تعب عطنا عطنا العلوم يوم انك رحت يوم تعبت ما رحت يوم رحت الحاره يجمنا من الحاره خلوها على الله في دبور اعوذ بالله اي والله ليه الدنيا الامور طيبه يا رجال دقت لي في الغرفه هذه يمكن 10 ساعات انا والله ما ادري الارض واللي على قولتهم عندي في الغرفه والله اللي ما يذكر الله ما في خير واللي ما ادري في الغرفه طول العمر الغرفه الثانيه معزولين والله انه لا امورك طيبه عدت وعادت الحياه اي والله الحمد لله عدت واستطاع البرنامج ان يكمل مسيرته الحمد لله عدت وكملت الاراده بان نصل الى 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 ختام هذا البرنامج هذا قال والله ابراهيم هذا ولا باقي ابراهيم والله الظاهر انه اخر ابراهيم حق مشاري اخر ابراهيم اتوقع يا ويلي عنك مشاري مش متاكد اذا اخر ابراهيم بعد ها في ابراهيمين بعد ابراهيمين ولا شيء برنامج يبقى له 15 يوم ابراهيمين ثلاث ايام حفله هي ما اعرف البرايم الجاي يوم 84 راح اجيب لك العلومه راح بيجي انت 77 برايم 78 79 العلومه 80 81 82 83 84 برايم الجاي قدام النهايه نهايه البرنامج باسبوع 6 ايام اذا في برايم بقي الاخير ذاك بس بس المفروض يطلعون اثنين مرحلات برايمين لا ما لها دخل هو انجلس 13 14 نفسه ابقى اثنين تروح تسلم على من تخلي من نبقى 11 نسوي اه حلو اصلا اصلا يوزعون على الكيشنات خلصنا الكيشنات ما خلصت شايف هاي دليل على قوه البرنامج وعلى فعاليته الحمد لله يعني القوي الله سبحانه موفرين لنا كل شيء ولعل فادار ينقل لنا اخبار جميله ولعله الامور زينه بس شلنا على والله يا دخلتك عبد الرحيم المعيدي في الديله ماك اليوم اني انها عجبتني اعجاب كبير يا ولد ايش تسمع؟ وش ايش تسمع بغت ردين فاكفر انا كنت اتمنى الصلاحيات هذه اتمنى اني اتطاول على الاداره اعوذ بالله ومنسو بيها يا رجال هد هد يوم طرف لي المعيدي هذا قلت فرصه الطارق شداد كنت والله اني كنت ابا ايش ابا الدم ابا شيء بس ما الله كتب معوض يا ابو معوض معوض الحمد لله نعم ابى اشتري لك طلي ذبيح انا وقطع وصلخ على كيفك مارس هواياتك كما تمارس المشكله ما طعن لا ما لك انت بافادمي الله المستعان والله ما طعن ادمي الله لا يقول انا ماني
انت قاسي يا فهد. لا لا انت قاسي يا فهد. ابراهيم هذا في احد لسه في احد؟ والله ان فيه ما نوم وراني ما حصيتهم لكن فيه. انا منهم. لا اللي تضايقوا بالحيل انا مسفر. هاي حطنا على جنب. لا اللي تضايقوا بالحيل ابو عماد ومسفر ومصلط رمدي من غيره. هو الجميع والله ينحزن عليه صراحه ولكن يعني كل واحد. لا انا صراحه انا حزنت على البنا. طيب جو واحد هنا في المجلس قاعد نقطه بدايه الكواد. فاكيد اكيد قلنا له والله رمدي من قال لازم. بس تنقال فعلا نقطه ايش نسوي نقول موت. طيب انت واقع يا بعد خليك واقع. رجال طالع مع جمهور داتا وش يسوي يموت يعيش صح. طيب انت من ذوق على نقطه بدايتك. طيب ليش ما ترد؟ وش فهمتها؟ ها؟ فلفلة مغلفة؟ يا اخي فهد لنا والله العظيم انك فنان فهد. فنان انا. الله يذكرك بخير يا ابو عمر. راح واحد من المؤذنين، الحين الاذان بيني وبين ابو شايع لين انتهى البرنامج. والله ما حددنا غير انا ابو شايع ابو مشاري بس انه اسبوعين 17 يوم. نوب الرجال هذا يذن ونوب ينسى. قران من سدنا يا مشاري. ها؟ والله يصح الله يجزاه خير. صح على حديث والدنيا مرق. راح واصلا انهار وانهار من حين راح تمليون شجره عود مليون شعره. خلاص انهار انهيار كلي. والله انهار. بس ابشرك بشهر طيب من جديد ولا جديد؟ شنو؟ وقع مع مليون شجره. ما شاء الله تبارك الله. اي وقع معهم برا. ما شاء الله. وقع رسمي انه يكون. والله انه يشتري ترى يشتري. ترى ما شاء الله تبارك الله. سوق جبار ما شاء الله. جيد وحاب وعنده اخلاص. عنده اخلاص. يا ولد 71 يوم واقف المليون شجره الله يجزاه خير. ما شاء الله. ما شويه. الله يجزاه خير. حاج يستريح رجولك. نفسك لا حق عليك. ما شاء الله على. الله يذكرك بالخير. وهدى واجد يهدى عاد عطاياه ما شاء الله تبارك الله. انا هداني جي جي تو ما ادري كيف استخدمه. كنت بستخدمه بعدين يوم يجي كل يوم يسوي الكبك السود. يوم يسوي الفول وانا اطلع العلبه. متتير يا درب العنا متتير. وي تبع الربطه بالروك منو قال تعب اربطه العمان هذا لا صعب 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 ينتقل الحوار من محلي الى دولي. والله ما بسهل والله تشوفي مرمي بالرمح. منو امس كيف رميت بالرمح؟ تعيش كتيفه بالله مو بيفهم. طيب كيف نخلص موضوعنا اليوم؟ قلنا الطايره كيف تركونا؟ خلاص مو طايره يبغى لنا بودره الحين. ها ترى هي نسي حاطينها بالاساسيات البودره عشان كيف المقاس؟ كم رجال؟ لا 6 6 7 7 لا احسب على 5 5 طايره حالاتها 5 5 لا هي ستة هي ستة نظامها 6 ايوه بس اذا 5 5 عادي حلو. اي بس عندك ناس بتنشغل بشيء ولا كذا؟ لاني لعلمك انا سويت يعني كبرت الملعب عشان نلعب 6 6 جو تكبرت هذا رايح هذا هذه هذه ما هي بطايره هذه لا لا هذا مقاس هذه هذه لو حادث تجيك على الخط السريع اقدر اسايل والله اني صادق لا لا هذا مقاس الطبيعي وين مقاس الطبيعي؟ لا انا قسته قبل ما اركبه الرجال يقيس انا شوي 7 ها 7 متر 7 خطاوي انت عاد خطاوي قل عن المتر شوي خطاوي والله شوف انا الطايره العبها للمتعه للضحك لاني اسوي فيها حركات واستهبل بس ماني بلعيب فيها ما حد لعيب لعيب لا في ناس تلعب في شباب يلعبون هنا قصدي ما ادري ما اعرفهم والله بس في ناس تلعب انا عن نفسي لعبتي في النص يا رجال اخر مره لعبنا الطايره في عيد رمضان اللي طاف مدي عيد الحج ما ابغى هي بس عيد رمضان مدي عيد الحج اخذنا شاليه فيه اخذنا شاليه فيه ملعب طايره والله كله قايم على الله مع الضحك وحاطين في النظام مسموح تلعب براسك وبرجلك هذه ما هي بطايره اعلمك انها ما تلحق برجلك ولا براسك والله يا برجلك عادي عندك تلحق وبالراس هايتي والله يا جاي ضحك خلبس هذا والله انا بلش والله البس هذا لا حلو والله هو معنا من بدايه البرنامج ايوه البس من قبل هي من قبل ترى ذلينا نروح حتى الصياد
ما كان يسلينا غير هو الحال هي يدرعم كيف الصياسة الحين 4 من 5 قلنا يروح لا بس هلا زينات الحمد لله في الأماكن مثل هذه الأماكن عن الدواب عن هاي الأشياء دواب والله محرم ما يأكلون غير الجلكسيات خلينا أنا خسرت إن أنا أشوفه وجهه تقول راحوا اللي ياكلون الدواب يا ابو عماد راح كل شيء راحوا الريجي راحوا الريجي وراحت الذيابه وراحت الحين الذيب تمر في الشارع يرد عليك السلام زي ما اقول قلط يلا ذيب نول قلط على 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 شاه طال عمرك يشوف ردبه ياكلها الحين ترسل على صحن اندومي ياكله ايش هلا الله شيل الليله شيل الليله شيل الليلة والله بلدغ ما حضرته صح؟ لا حضر حضر كان موجود انا ابن حلال ترى في الغرفة يمكن لي 20 سنة اجي ادري عنك انا ما ادري عنك انا ادري عنك بس خروجك يعني متاخر توك خرجت صحيح توك خرجت متاخر توك خرجت ايوه توك طالع بس انا اقول لك انا الحمد لله حاسب اللي حولك حنيت نفسي طيب اسمع ايش رايك تسوي مسابقه بيني وبين العمال وعلى فلوسه في جيبك تم يلا زرقة واحدة بس تكفينا ليه استحمل ضرب أكثر أنا خارج لا أنا بلعبة كويسة تم أنت شو عندك طاقة بدك تفرغها باكم تربطونه بإيسا موجود أنت مد لسانك كم بعطيك ما أقدر أخوي اختيلي على رجال ما في أشياء راح أتفق معه ما أقدر أتفق مع أبو عيسى ما أشيل الليلة أبو عيسى مو موجود هو مو موجود الحين شوف الا اسامه اسامه ما انت فاهم مع اسامه ولا اربطوا اسامه وجيبوه على البث اعطوني صعبه صعبه اعطوني اسامه ولا احمد خله خمسينات رجال يقول لك مني 10000 الان خله خلي رجال جيبك انا شريف ايش رايك شريف انا اقنع شريف لا صعبه صعبه لا عطنا حاجه قويه اني عاد اهرب طيب اهرب 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 وارجع اشوف الساعه بالليل خش ورينا توكلنا انا بعطيك حاجه اسهل منها ابهرب الحين فوق السور وبرجع الساعه بالليل اسهل من انت قلتها هذا يا ابن حلال انا عشان ما اعلم عليك تعطيني قروش انت اه الله يجزاك وكل الناس تدري يلحق شريف اصلا يحك على النيه يجيب الكاميرا قدام التنمي ليت شريف الكاميرا ذيك يدور بها تكفى يا شريف دور بالكاميرا اللي في النص والله مو بشريف والله ما ادري اسمه احمد دور بالكاميرا اللي في النص احمد القطوه على الكاميرا محتوى احمد ورا المشاهدين والله يرتاعون القطوه في الصوت الثاني انا وديور بالكاميرا اللي في النص القطوه على ترى فيها مخاطبه كاميرا يا عم ما خاطبت احد انا لا عاد القطها طيب انا اعطيكم طريقه حلوه القطها من الكاميرا يا رب الكاميرا حقت النافوره الديور ورا يا رب يا رب يا رب الكاميرا حقت النافوره ترجع ورا 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 ديوري بالقطها من الكاميرا دوري انا ديوري ما اعرف وين مصاري يا رب الكاميرا حقت النافوره اللي في النص تسوي زي كذا عمليه دوران ايه لا هو قبل فرها بعدين تحت. اقول لك فرها بعدين حول عليها كاميرا ثانيه يا ويل عنكم ولا كانت تتابعون من الطفش دور الكاميرا راح سويدانا لا عاد الدور خليك ثابت ثبتها الى الامام سر انت مسخن الى الخلف در نرى نيشيك وين الله يعني يشفيك اي حط الميسم على النار واعطني ما انا اقدر والله مبادره هي اسقاطه انت على القلط هي اسقاطه والله ما نقدر فيه اسقاطه صح كوي ها كوي ميسم ما حب الكوي تعليم والله ابن الحلال انت بالك بكلمكم عن قصه حصلت لي على سالفه الكوي منحشت نعم بديك السالفة هذه يا طويل العمر مرة من المرات كان موقف فيه الوالد رحمة الله عليه من فترة كنت أنا كبير كذي يعني في سن يعني تقدر تقول يعني تقريبا حوالي 19 كذي رجل بالغ عاقل أيوة قال يلا بروح صوب وسام واحد يكوي حنسمي وسام اللي هو الوسام انزين يا طويل بروح صوب الوسام نباها لا اخوي واحد فيه ابو صفار تعرفه ابو صفار تعرفونه صح ايش تسمونه انتم لا ادري وشو ها ابو صفار يجي في العين اللي يجي في العين فهمت صفار العين ايوه واللي يسميه صفار واللي يجيب لك لوعه واللي يجيب لك ايه يسميه صفار عين ايوه يا طويل العمر واحد من اخواني كان فيه ابو صفار
وعلى أساسكي يوم نحن في الطريق مسافة طويلة يمكن تقريبا 600 كيلو يوم قربنا عند الرجال الوالد رحمة الله عليه قال لي عثمان شوف هذا الرجال اسمع الناس تمدحه وانه الرجال يعرف ابو صفار من عينه اللي الشخص اللي فيه مثلا هذا ابو صفار ايه زين يعرفه من عينه من شكله فقال الحين وهاك ترى اخوي صغير اللي عندنا فقال بشوف اذا رجال يعرف اذا ما يعرف ما ابغاه انه يتعبث بولدي وكذي انزين قلت له كيف قال طريقه ان بندخلك على اساس انك انت اللي فيك ابو صفار ايه هذا من الحكمه انزين وبنشوف الرجال هل بيفرق بينكم ولا لا هل صح انه بيعرفه من دون ما يشوفه ولا لا والرجال هاك ما شاء الله عنده بصار يعرف من لون العيون ايه فراسه اها وشايب عنده خبره من دري يا والله هو حي ولا ميت رحمه الله عليه ايه الله يرحمه حي ولا ميت زين يا طويل العمر يوم وصلنا هناك وصلنا ودخلنا كانت عندي عمتي ام ام اخوي وانا وابوي رحمه الله دخلنا يا طويل العمر داخل وكذي وسوي دوري اقدم له شاهي وقهوه ولا شيء قلت له قال ولدي عثمان هذه فيها وصفار زين راح الرجال شاف عليه قال لا بسيطه ان شاء الله وعينه على اخوي الثاني على زايد اخوي صار واحد من اخوانه وعينه على زايد قلت قال صار يسالني فهمت كيف اكلك كيف كذي عن العرب وكل شيء يقول له ايوه فيه ما تاكل ايوه ما اكل اي عاد انت عبيط وجات كلن حدك اشرع ثلاث صحون اي انت عبيط وجات كلن حدك ها اشرع ثلاث صحون ايه لكن قال لي تاكل قلت له لا قال لي تتعب قلت له ها قال لي تعطش قلت له ها اي شيء ها ها يعني ايوه ايوه ها فاي شيء يقول له ايوه اي شيء يقول له ايوه قال لي ها قال لي طيب عليك وسم قال تأول همك الحين بان وسمك وسم بسيط إن شاء الله نظرتني في الوالد رحمة الله عليه قاطر يقول يلا خلاص خلصت المسرح يا الروح أنت ما تبى الوسم ما قال لي الوالد رحمة الله عليه قال لي قال مرة قال لي همك مرة ريال عثمان مرة قلت ابويا يا بس نعم التوقيت ابوه هو موجود ترجم ابوه كذا حدوني خلاص يعني كي خلاص ما في يمين يسار قلت له قدام قلت له الواد نعم التوقيت ايوه الله يرحمه رحمه الله عليه الرجال فهم انني ما ابغى يعني وحدوني كثير بكلام ايش فيك لا تكون كذي حاول تقوي نفسك قال لي قال انت ترى اللي فيك توه بادي هي بسيط عندك صدقه يعني والله العظيم اني بعدين رحت كشفت بعده واني اظن وصي ما في شيء والله العظيم اني كشفت وقال لي نفس كلام الدكتور قال لي فيك توه بادي شيء بسيط بس قال لي تقدر تروح بالحمضيات تاكل لك تشرب لك اشياء حمضيه زين ولا وسم عندك خيار قلت له لا والله بالحمضيات ما احب الوسم ما داني نهائيا زين يا طويل يعني ما كذب عليك طلع انت فيك اساسا طلع فيه صح ايه لكن اخوي فيه قوي كيف ريحه الشياط ها ريحه الشياط ترى بعدين جرناها عند اخوي هنا وسمها واحد من العيال ومسكنا اخوي اخوي زايد على اساس يوسم لانه قال هيا قال اخوك فيه قويه قال انت فيك خفيف في نفس الجلسه مع ان احنا خبرناه ولا شيء قال اخوك فيه اقوى منك ايوه زين المهم عاد اقنعناه لين جلس الوسم وهو رجال الشاهد الله زايد عليك زود زين لكن سبحان الله اي زايد رجال اها الالم مو طبيعي كذا ميسم ويحطه هنا بقمه راسك اعوذ بالله كذا ها نخر تخيل قام من هناك من دون شعور افتك له من يدينا وقام من دون شعور ركض بالشارع ركضت وراي يلا ومسكته صار يقول كذي ها الدم يغلي اها صار يقول كذي ما يقدر ينمس على بس يقول كذي رحت ومسكته شوي عين هدى شوي عاد طيب طب المستشفى نفس الميسم كذا طريقته؟ لا الميسم ما ادري كيف اقصد نفس القوة خلاص سالفتك؟ ها خلاص ابن عاد جاني واحد من العيال على اتصال ابوه ايه على يمكن 3 الظهر قبل العصر قلت يا ولد حسيت ان في كارثة وما ردت على ابوه
وعود ارسل الرفيق هذا قلت له ابوك دقن علي شكل غلطان لان ابوه احترمه احتراما اجباري ما هو ب... ولا انت ما تحترم بس راه لا والله فرض نفسه احترام ابوه فرض نفسه تعرف اللي كيف حالك عساك طيب اللي جيت ما تفكك من عزايمه ودنيا الشاهد من الموضوع اثر ولد مع عرق انسى ايه يوم دق علي ابوه قال انا في اخوياك كل ابوهم حتى من ربعها القريب والله ماني باقي في ماني باقي في هذا الا فيك فهد قلت له مش انا قال انا ما بعلمه احنا نروح للدكتور الشعبي هذا انا ما كوي بكتفه انت الرجل المناسب الرجل المناسب المكان المناسب قلت يا ودي ضيق علي يزعل قال ما عليك منها اهم شيء انت انت تبى العافيه قلت بلا العافيه بلا العافيه اعوذ بالله رحنا واحد جزار جزار الله يرى يجيب يوم جاء قال عرق انسان عشان يفصل يحط ما يسوي طلع فيه يمكن فوق 30 عذروب قال يحتاج كيه هنا يحتاج كيه هذاك ما مصدق قلت لي كذا مستانس يعني انت من جدك تبي تكوي والله لو تطير ما تكويني من اعطني علاجك الطبي هذا الاعشاب وما الاعشاب وبمشي الميسم على النار على القز زرق حمر زرق حمر زرق حمر زرق حمر انا احتري الاشاره بس انا كتفه وانا كتفه وانا احط رجولي على هذا و... عاد خبره احط رجولي على هذا قلت انثبر اص ايش هذا يصير ويعضني ويشدني بوحده انا والله وجعي الى الحين ويشدني بوحده شدني عضوني عضوني كان يتسب وحده يوم تسني انا قلت مات والله انك اطالع زي كذا اعوذ بالله من الشيطان زي الريحه كيف الريحه هو على الشعر على الشعر والدم يفور الحين فيه دم يطلع من الحراره الدم يغلي ودق بثلاثه في رجله كذا بس بسم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوه سبحان الله يا الحكمة وأنا فقه ما هو بونس العافية أول يقول أول خمس دقائق قلت أقسم بالله أن فهد كافر وإن فهد ما رضي يشتغل بس جون قلت والله ابن حلال أن الطلب هذا جاي من أبوك وأنا لو ما أدري لو قال يروحون للدكتور ويروحون لواحد ثاني طبيب شعبي قال اللي في راسه ما لها لزوم مرة ما لها محل ولا هي محلها فظاهر نعارة شكلها لقى خلنا نجرب الروس ما جرب وراس كبير يغري والله مسي على بالخير ومسي على أخوه الله يذكر أبوه الله يذكر بالخير بل والله يتهور تهور هاك اليوم أنا ما أدري كيف صبرت ريحة أشياء تعرفني ولدي كلهم عيالي كلوا سمتهم بنتي ولدي سمتهم وسمتهم وسم رحت لأن جاءت مشكلة طويل العمر هاك خاصة كانت في ولدي نوبة كانت كثير يمكن حوالي ثلاثة شهور ما نطلع من المستشفى نهاية ليه؟ نروح شوي كابس مغير حار دائم حرارة ومرض وضيقة في الصدر وكذي رحت وديت صوب ايوه صوب واحد معالج شعبي يا رجال شايب كان جاء عنده بيس استانس دقة بتسعوسه اعوذ بالله لكن هذا دقة باربع خفيفة وبصياح علمك التسعة كلها هنيها لكن كلها خفيفة صاح الورع كيف صاح نعم؟ ما يصيح على وسم من كتفه؟ 9 شهور عمره يوم وسمته لو خليتني كتفه كل يوم 9 شهور ما تخاف الله بتعصره 9 شهور تحمل كيه؟ ها؟ 9 شهور كيه بسيط من أول يوم ما فيها شيء تقول كيه في شفاطة ب9 شهور ما في جديدة شفاط بيتحمل والله لا. والله العظيم الكي ماشي بعد يا ولي على العصريه ذيك اكره عصريه مرتي حياتي يا اخي يا العصريه هذيك والله واجد عندي عصريات ما مبسوط عليها ها واجد العصريات اللي قريه كووك لا اجي انت بالك الاثنين واحده في الراس بدون ولا شيء والله شوف. بلي 10 انا والله واحده في الراس هاي السبب اللي بقول لك
والله انا طقنا الله يطق الله يطق راسه عبد الله. هاي السبب اللي مكرهني بالوسم شوف ها، هاي يمكن كان عمري تقريبا سنه او اقل من سنه وسموك هذا شوف هني وسم واحد هني وسم واحد هني انت رام قظهرت تجولك علي اثنين انا من ورا ما اعرف عن شيء لا بس كذا وسم عن شيء معين ما اعرف ايش بالضبط هنا يوسمون انت تدري عثمان وبعدها بسنه طبيب شعبي اني احب اتامل الشماء قبل المغرب شوف والله العظيم بالله فهد تامل فهد فهد بالله تامل الشماء ايوه عمر عادي بهذا تامل في السحاب والمطر عندي لا انا السحاب احسن من المطر اتامل بالله شوف كيف السحاب يجري بالله شوف اتامل في السحاب هذا ولا السحاب الثاني كله تامل فيه شفت بالله شوف السحابة كيف تجري والله انا كلمة صادق تعرف حلاوة السحاب هذا وإيش؟ إيش؟ والله لو يوم يكون قمر هني يوم يكون تشوفه بالليل على قمر كذا كامل بس قصرت معك قمر قمر فهد تعرف القطن؟ القطن تعرفه؟ تعرف القطن؟ كأنك ناشير القطن في صحة شيش في تفاصيل القطن الوصف حتى بن جدلان تعوذ منه الله يرحم يا غلو ما شاء الله على الوصف لا انا شبهك الشكل ما تعاليت على خلق الله انا صح انا ما قلت شيء اقرب شكل للسحاب والغيوم هذه يا عثمان ما هو بالقطن لا والله انها القطن القطن من في الصوف لا ايش يخروح انت وياه دخان لا لا الدخان ما يثبت الدخان يتشتت انا كلمك عن قطعه السحاب يتشتت لا قطعه ثابته شوفها القطن يطيح الله تكون من ضمن العصريات اللي الله يشفيك الله تكون من العصريات اللي مرنا بحياتك رقم هذا رقم 17 انا يبي يشغلنا بس حظ المغرب بدي يا حلوه حلوه افلا ينظرون الابل خيف كيف خلقت ايش دخل بجيب لكم الايات كامله افلا ينظرون الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت وين الجبال كيف نصبت؟ إلى الحين بعد وصلت كل شيء للدين اسمع أنا فوانيس فيلسوف أنا فوانيس ونفيك سمات الفيلسوف لا تكلمي بعد لا تكلمي لا تكلمي لا تكلمي هذا ما في مقطع قال في عصا في حصتين كذا في جبال أعوذ بالله من الشيطان أضارب في تبوك من جهة قال شوف الجبال سبحان الله لم ترى كيف الله بك وصحابي هذا غلط والله كارثة أعوذ بالله من الشيطان لا تمثل بالقرآن في شيء ما تعرفه لا مو في محله اي ما في محله ما في محله الحين آيتي ما هي في محله انا مجيت لاحظ خليني اكمل لاحظ خليني اكمل يوم جت الناقة وش قلت انا قلت فلا ينظرون الى ابل كيف خلقت حلو لحظة 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 الحين اكلمك عن السحاب جبت لك آيات كاملة افلا ينظرون الى ابل كيف خلقت هذه مرت علينا وجربناها وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت سنت إدراكك فهد الله يجزاك خير إدراكي إدراكك 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 في بطنك لا لا شوف شوف أنت خانك التعبير عادي ما فيها شيء والله عادي يا أخي ليش ما تعترف خلاص عاد تكلمني عبد الله الفريدي فيكم مشكلة خلاص عاد تكلمني محمد عبيان عاد تكلمني عندهم الثلاثة فيكم مشكلة ما تعرفون تعترفون بعدين لا اتكلم خلاص وعادي ما فيها شيء ابى اتفكر انا في السماء تفكر في السماء تفكر ولا يقول والله لو حناس يعني مثل ما تقول ان نحاسبكم على كل زله يمكن دوروا عذر بس هذا غلط كبير بس نحن ما نحاسبكم والله نقول لكم شيء لا نحاسبكم كلا رتب لنا موضوع بس موضوع زين الكاب هذا ما شاء الله من وين ما لك دخل نيش من الكاب هذا من نيش من عطر الليل اليوم كان في كاليفورنيا كاليفورنيا وديتني امريكا الله يقلعك اليوم كنت في بريطانيا ما قلت بريطانيا قلت كندا كنت في بريطانيا ايوه الحقيقة 1435 1425 يوم كان عمرك فهد وقتها لا ما هو بخمس سنوات 1435 كنت في كاليفورنيا مع احد الشباب ومع احد الفلاسفة و كنت في قسطن الراحة ورحلة استجمام استمدت الرحلة من شهر إلى ثلاثة شهور أيوة والحمد لله كانت من أجمل امتدت الرحلة لا استمدت
استمدت؟ زين عادي اعترف بغلطك انت بعد لا اعترف بغلطك صح اعترف وزي كذا انا قلت صادنا العماني صادق صادق يا ابن اخي خالد يقول لا هي انا اقدر اقول امتدت ايوه مددنا طولنا وطالت ايوه زين اعترف بخطا انا ما انا ما انا 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 مخطي بس انا قلده انه هو ما يعترف ايوه فاستمدت الرحله من شهر استمدت استمدت الرحله انا اقول استمدت وكنت في احد الشركات مسوق لاحد البراندات العالميه العطور نيش عطور الليل بالله ما شفت عطر الليل فهد والله سوقت والله برنامج اذا سوقناه تسويق مجنون عطر الليل عطر الليل ايش انا قلت سمعت بشيء اسمه عطر الليل نجوم الليل نعرفها بعد الكف نجوم الليل نعرفها اصلا انت حق صرصار الليل نعرفها ولا نجوم الليل في رمضان انت حق عطور محطه والله انا والله انا والله انك حق عطور محطه انت ورب الكعبه والله انك انت حق عطور ميقات تعرف الميقات ب10 تعرفها المسك بالليل وريحته لونها ازرق العطر ما قلت شي لون عطر الميقات ما هو ازرق مع حلاوه باكستانيه هلاليه صبر حلاوه يقوم حلاوه حلقومي حنوفه حلاوه ايه يا بعد وارع عطر الليل زين وش عطر الليل وش يا ابن الحلاوه جانا هالك اليوم يسولف علينا كل يوم كنت في كلفون وقفارنا مدوم مدوم منطقه يعني عريقه عندنا لها مكانتها نايه ما شاء الله منطقه متفرده فيها مولات فيها يمكن لا تكذب ما عندنا لا تكذب ست فنادق لا تكذب لا تكذب ثاني ايه ثاني فندق ليش تكذب في السعوديه اطول ثاني فندق في السعوديه في مدوم لا تكذب لا تكذب لا تكذب اطول ثالث فندق في السعوديه في عشيره حلو والرابع في مدركه ايه يعني تحط نطيب منكم في الفنادق بس ايه مبدين عليكم بالفنادق احنا عندنا مساجد واجد عندنا يعني يمكن صح صح اكبر مسجد عايشه بشوي والله ان اكثر ما في ديرتكم مكاتب العقار خل 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 مكاتب العقار البيوت 15 مكاتب العقار 60 ولا راضي فاضي هذه مدوم يبيعون يشترون على بعض كل راعي مكتب ابو عماد كل راعي مكتب يبيع عرضه على المكتب الثاني البروست عنده مبيع بن ها المنطقه عريقه الحمد لله المحطه عند البقاله عندنا فيها كل شيء حتى كفن فيك موت تشتري كفن وانت رايح والله يا في بقاله والله عندكم والله يا في بقاله في الديره ايه فيها فوق 6000 حرام ايه لا والله فهد والله يا في بقاله يعني الله يستر على راعيها ايه في بقاله الله يستر على راعيها الى 30 سنه ما تطور العصير ذاك اللي ينفك اعلمك العصير كرتون الحين بالعاده بس اكيد جنب هذا سراج لا شو اسمه بسكوت جنبه بسكوت جنبه علبه حقت مسامير علبه صواميل بعدها ترجع تلقى بطاطس تلقى فصفص بعدين تلقى قفازات حقت عمال السباكه شغلات تلقى هذه حقت ثبت السلوك عرفتها؟ الله لا يبلغ هاي ما تدخل فيه الا البيض هاي مسامير بيض بعدين ابو عماد في الشبك وراء الطاوله اللي وراء لا نعالين نعالين قديمه ما حد شراها يابسه في طليان وراء تبارك حليب مراعي ما توصل لهم تبارك تبارك حليب ولا شيء على طول طازه جابت البقاله جابت البقاله في شعير وفي علف ايه لا بدون تسخين شيله وروح بيتك بس عيب تبارك حليب ناقه تبارك شيء ما احب ما احب ما احب حليب المعزه ما تحب لا احبه بس بدون تسخين احسه قريش لازم الحمد لله والله مسخن ترضى مباشره لا التسخين ترى التسخين امن ها امن التسخين اصلا ما يصلح امن ما يصلح ما يجيب ترى مشاكل التسخين ما يصلح على على اللي يستسبر لا الصبوح حلو بارد حلو لا. ما اعرف الصبوح المبدوله تعرف الصبوح لا اللي جاب في صمد تجدد في صمد الله يجزاه خير الصبوح طلعت الوجه الصبوح جابه على الجعيد يدس عند سرير وانا اخليه على الجعيد لين يرقد يعني هي حقه من الكنز وراح شفت الصبوح الصبوح يسمى صبوح حق الغنم يسمى صبوح حق قلبي يسمى حليب الحليب الصبوح يخضون 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 لين يصير صبوح لين يصبح كيف لين يصبح يعني شيء يعني يمسي حليب ويصبح صبوح حي قول زبادي هي لا مو بالزبادي زبادي زبادي نادك في انا بعلمك حلبه باب حلبه حلبه دخل حلبه
الحلبة أنا اللي أشرب المفروض عشان جالس معك أنا أستاهل الحلبة. لا بس اللي ما قال أذكار يقولها. الله يجزاك خير. تأمل في السحاب تأمل. تأمل في الطاقية. عطنا دليل عليه. بس دليل صح يكون له علاقة. لا يشني. ألا ينظرون إلى الإبل كيف خلقها؟ أفلا أفلا. لا لا صدق صدق والله أنت. أفلا. أفلا ينظرون. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ وإلى السماء كيف رفعت؟ وإلى الأرض كيف سطحت؟ أقول لك لا صدق إلا والله لما هو تفكر في السماء والسحاب أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ سبحان الله نعم بالله. وفي فلسفة أنا أعرف الدين دين ترى دين ترى دين هم ورزانا في الدين الصلاة ما يخليها لكن مشكلتها فلسفة زايدة تبي تنكبه والله ما يطلع بسحاب فالحفر إلا الفلسفة الزايدة في فلسفة لو قلل عيارها بس شوي يطلع ممتاز تسمع يا ولد شاء يطلع ممتاز بس نكبته واحدة زود العيارة مشكلته زي القز أنا يجب أيوة اللي جاي أبشر عطي الناي الناي المولد معلمه المريان أحسن أغير لك إياها غير لا أطر الليل يستاهل أصلا فهد فارع راح يموت محتواه إذا خش جوجل وكتب عطر الليل وشاف سعره وشاف مكوناته هنا يصير ينفش مثل بلونة والله أني شايف سعره 5000 ريال طيب كذبت عليك أنا في شيء؟ لا وما قلت لك إن اصبر خليني هرج بالله دورت وراي فهد خليني هرج شريته والله أنك والله أني شاري في ذمتك والله العظيم أني شاري شريت عطر الليل؟ إي والله طيب ليش ما أنا رايح وثيابي اللي جبتها هنا ما رديتها شريت بناء على إيش؟ خلاص شرى شريت بناء على ايش؟ بس على ريحته الطيبة في ذمتك فلوس تدري ان اسمع تدري تدري ان 60% من عود طبيعي من اندر العطور اللي يكون مادة العود فيها الطبيعية اكثر من نسبة 20-25% 60% ثبات 5 ايام 4 ايام ما تهنت بطحت على طول طيب امانة شريت ابو فارس وين طيب؟ بيت بس شنطة كاملة من انا اخذته؟ ها؟ لور انت خلاص الخصومات قام تضرب علينا من داني اسمع الامور طيب يا رجال تحت البث اخذت صغير وكبير لا الكبير بخمسة ومية وعليها والصغير بخمسة ومية وخمسة وعشرين نزلوا فيها جل والصغير الصغير 50 ملي بثلاثة وكم ما شفته يعني صادق خالك الحين صح لا طيب عطر الليل طيب اسمع له اسم ثاني طيب اسمع اسمع لا ما له اسم لا لا اسم ثاني قسم بجلال الله ما له اسم ثاني طيب شميت القمر ما شميت شميت الفجر شميت الوعد هذه كلها معطوره براند نفسه معطوره براند فايز الحمد لله لقيتني يعني شوف انا اكتشفت انا بعطيك معلومه ابو عماد عندنا بشريه اذا ارادت انها تظهرك تقتنع انك انت كذاب ولا تقتنع انك انا ما اقتنعت انك كذاب انت تبي تحكي انك كذاب لانك انت جاهل اجلس اجلس انا يعجبني اجلس يا راعي حلاوه ايش اسمع حلقومي اسمعني اسمع يوم سوقك مسوق ما قال لك هذه عطور ما رجت اصلا ما قال لك عطور نيش ما رجت اصلا جيت شريت على طول جيت قلت عطر الليل في عطر الليل تتشمه ما شميته هذا كذاب لا تكذبني طلاق ما شميته قال عطر الليل 5125 ريال شريت كذا على طول يعني انت اللي ما تبغى تشتريه حطيته اللي ما تبغى تشتريه واللي تبغى بس عشان بس عشان اقتنع انا عشان تصدقني لا عشان طيب ما قالك هذا عطر نيش قاعد يمدح وانا امشي ويمدح يمشي وانا عند راسي يمدح قلت الله يجزاك خير بيض وجهك طيب براند شنو يعطيك العافيه المحل في المطار هي مطار الرياض يا رجل ما في لا في والله ما هو لا تحلف بالله سبحان. والله ما هو فيه عطني المحل طيب في السوق الحرة فوق الله يعطيك الجنبة ما لقيت طيب اسمع ها ما قال لك عطر نيش قاعد يهرج عندك قلت انا طوف تعبان راح مستشفى طيب خش جوجل اذا طلع من برنامج واكتب عطر خش اكتب فريدريك هذا اللي مضايقين بي الحين اني ما جبت انا اول اكتب فريدريك مال هذا برانده براندك انت براند هو فريدريك مال اكتب العطر شوف التعليقات عليه الانجليش فريدريك مال تدري ايش فكرة براند ذا
صاحب البراند نفسه من الدهاء جمع اكثر من 14 او 16 لا اكثر من 40 شخص مسوي عطر تبسلر. يعني انت نص طبيعي نص في سنجاب مدري غراب مدري فيه مكونات وايد. الحين انت ابو عماد عندك براند عطور وعندك عطر حقق اكثر مبيع وفهد كذلك وانا كذلك صاحب شركه تريد الكمال جمع 40 شخص تقريبا او اكثر خذنا في الدوره عندهم عطور تبسلر جمعهم كلهم تحت مظله واحده قال انا بسوي شركه خاصه بعطور تبسلر صمم لي عطر افخم من عطرك اللي دايم تجيب مبيعات عاليه منه وسمى براد فريدريك مال واجتمعوا كل عطر من مكون من التوتال حق العطور كل واحد اثنين بالكثير لها مصمم واحد صورهم موجوده تلقاها في المعرض احنا في معرضه كانت صورهم موجوده كل عطر مصمم صورته موجوده فلان فلاني يا سارة فيهم واحد شو اسمه كندي خواله ما فيه مقاطع لا بالله فيهم واحد شوف وحيد فيهم اللي قرب واحد خواله عتبان الباقيين كلهم اجانب بس هذاك اجنبي خواله عتبان الحمد لله احنا ظننا له طيب طال عمرك هلا وانتم من هلا ما حد خاله جنيبي مني من هناك لا لا انتم ما رحتوا ما وصلتوا جنيبي الظاهر خالص ستاربكس انتم ما وصلتوا للنيش باقي ستاربكس يلا يلا جنب عمان صار له طيب وش رايك ابو عماد؟ فهد ارمى تروح تذن تعبان؟ اي والله طيب تذن ابو عماد بروح اقوم العيال انا يلا ايدك قوم توضى في ذمتك بعد اخذته طيب صب لي في علابه وانا خالك صغير والله لو جبتني قلت اخذه الله يرفع قدرك الحين صدقت فهد الحين عرفت ان خالك رجال ونعم ما يكذب انا خابر ان خالي رجال قدام فهد لكن طيب. المشكله أيوه. المشكلة في النطق عطر الليل اسمها الليل يجيب لي اسم ثاني اجيب لي اسم اقول هلالة اسمه عطر الليل ليش تدري يا حبيبي انه هو والوعد والقمر وهذه واربع فقط اللي اسمها عربي فقط حالة بس فقط هل باقي انجليزي باقي انجليزي اطفال ها في مبروك اطفال شو اسمه لا البراند اسمه فريدريك مال فريدريك مال ايه لا في عطر بعد حد اسمه مانسوير جبار شفت اذا طلعنا شفت اذا طلعنا اوعدك وعد شرف لا تموت ما تشتري العطور الا عن طريقي يا ابن حلال انا والله اني صادق لا تدري اروح انا وياك واختار لك اللي غبرني تدري وش انا اني ما شميت ريحتي الى الحين على ذمتي انا مره انت ما عجب كان اعطيك الخمسه على ذمتي انا عطر فخم بس انا اتمنى انك شميته ليش تاخذ على طول ما عندهم تست لا ما عنده ترى في مطار قليل تسكو موجود بس والله انصدمت منك يا خلنا اشوف السوق الحركة اشوفها ما فيها ما باقي في الصرافه لا قلت خلني اخذها تبي تعلم عبد الله فريد انك شريت العطر انا ماني بشاري ادمي لا بس هذا ما يشتري اي واحد هذا يشتري الطبق الله اكبر الله اكبر الله